مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، واليوم الأخير في المجموعات في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات. النهاردة الأهلي بيواجه نادي الجمارك الكيني، نادي الجمارك عفوا النيجيري. مباراة مهمة لأن الجمارك كسبان ماتشين والأهلي كسبان ماتشين، اللي يكسب يبقى أول المجموعة الأولى واللي يخسر يبقى تاني المجموعة الثانية. نتمنى فريق الأهلي النهاردة يبان بشكل أفضل بشكل أحسن من الماتشين الأولين. كابتن حمدي واللاعبات قالوا إحنا كنا بنجرب وبنظبط أمورنا، إن شاء الله المباراة جامدة جدا النهاردة مع فريق الجمارك النيجيري. خلينا نستعرض الأخبار النهاردة، الصحافة قالت إيه عن بطولة أفريقيا للسيدات. في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية اليوم السابع. سيدات الأهلي أمام الجمارك النيجيري في ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية. في الفجر الأهلي يواجه الجمارك في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة للسيدات. البوابة نيوز، فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية. صدى البلد، آخر خبر معنا، سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية. زي ما احنا شايفين قدامنا كل الجرائد وكل الناس والمواقع بتتكلم على مباراة النهاردة، المباراة المهمة بالنسبة للنادي الأهلي. عندنا النهاردة في الحلقة هنستعرض نتائج امبارح وموقف الفرق بعد مباريات امبارح قبل مباريات النهارده، لان عندنا النهارده 8 مباريات في البطوله الافريقيه، والنهارده ختام الدور الاول اللي هيحدد في 6 فرق اتحددوا ووصلوا خلاص، وناقص فرقتين بس يتحدد اماكنهم عشان يعرفوا مين الفرق اللي هتوصل لدور الثمانيه. خلينا نستقبل كابتن يسرى عبد الكريم نجمتنا ومحلتنا في قناه الاهلي، لا تتكلم معانا عن نتائج امبارح والمجموعه الاولى وترتيب المجموعات كلها. كابتن يسرى ازي حضرتك؟ كله كويس؟ اتفضلي. يلا بينا نشوف نتائج مباريات امبارح، ايه اللي حصل فيها، هنقول ترتيب يعني ماتش ماتش. في الجمارك النيجيري الماتش 3-1، المباراه دي يا كابتن يسرى كانت في المجموعه الاولى وبين الجمارك النيجيري وكانون الكونغولي، احنا كسبناه 3-0. الحقيقه الماتش ده كان متحسب بنسبه كبيره قوي، مين هيطلع تاني المجموعه الاولى وهيطلع يصعد لدور الثمانيه. فكان مباراه الشوط الاولاني انتهى 26-24، كان فيها مباراه حماسيه جدا، وبعدين بعد كده الجمارك النيجيري قدر يسيطر على المباراه وكسب المباراه 3-1. كويس. المباراه الثانيه هنستعرض النتائج كلها عشان نتكلم مع كابتن يسرى في كل الماتشات. الانابيب الكيني 3-0 مع الصيد المصري، والسجون الكيني 3-1 مع المجمع البترولي يكسب الجزائر في المجموعه الرابعه، وسبورتنج المصري بيفوز على نادي البنك التجاري الدولي 3-1، واسك الافواري 3-0 مع الشمس المصري. تاني مباراه كانت عندنا الانابيب الكيني والصيد المصري، والصيد بيقدم مستوى يعني اعتقد ان هو عنده فارق خبره كابتن مصر. الحقيقه بالنسبه للمباراه دي فالانابيب الكيني هو تقريبا بينافس النادي الاهلي دايما على صداره بطوله افريقيا، وهو فريق عظيم وفريق ليه تاريخ كبير، حتى لما اتكلمنا على سجل البطولات فهو من النادي اللي محقق 5 بطولات افريقيا. الصيد المصري حقيقه نادي الصيد انا بشجعه جدا عشان فرقته عناصر فرقته عندها 16 و18 سنه و20 سنه، وبينتظرهم مستقبل باهر ان شاء الله. فدي تعتبر اول تجربه ليهم في بطولات افريقيا، فكان شيء متوقع جدا، وبالنتيجه بتاعت دي تقريبا احتل النادي الصيد المصري المركز الرابع في مجموعته. المركز الرابع، شايف تجربه الصيد المصري جوه البطوله الافريقيه شكلها ازاي؟ انا بشجعه جدا وبقول له برافو ان انتم برغم المخاطره الكبيره لاول مره ان انتم تشاركوا في بطوله افريقيا، لكن الخبره اللي هتكتسبها البنات هتعود عليهم بالنفع بعد كده. ينتظرهم في خلال الاعوام القادمه ان هم هينافسوا ان شاء الله على البطولات العربيه او البطولات الافريقيه. الماتش الثالث فرقتين كبار جدا، السجون الكيني بيخسر من المجمع البترولي 3-1. صراحة المباراة دي كانت مفاجأة من العيار الثقيل. السجون الكيني فريق قوي جدا، يعني كان كل المتابعين ليه طبعا المجمع البترولي فريق بيمتاز بالاستقبال الجيد وبالدفاع الجيد جدا، بس ما كناش متخيلين ان النتيجة هتطلع 3-1. النتيجة المباراة دي الحقيقة كان ليها هدف تاني اصلا بعد النتيجة بتاعتها، ان ادت الامل لفريق الشمس المصري ان هو كده النهارده لو كسب السجون الكيني في المباراة اللي هتقام الساعة 7 مساء هيبقى هيدخل
كتاني مجموعته، فان شاء الله نتمنى فريق الشمس كل خير. كابتن نصرة، كده المجمع البترولي الجزائري وصل خلاص، دخل خلاص للدور الثمانيه بالنقاط الكامله الحقيقه. ايوه كسب، لعب ثلاث مباريات، كسب ثلاث مباريات، ثلاث مباريات، اربع مباريات، عشان مجموعته خمس فرق، خمس فرق دي المجموعه رقم اربعه. وشايفه النهارده سجون الكيني وفريق الشمس مباراه؟ اتمنى سجون الكيني للاسف المباراه الماضيه اللي هي انتهت مع المجمع البترولي اصيبت لعيبه متميزه جدا في سجون الكيني، جالها رباط صليبي، نتمنى لها الشفاء العاجل، والنادي الاهلي طبعا اهتم بيها ووداها المستشفى وعمل لها كل الاشعاعات والاجراءات اللازمه لعلاج اللعيبه. هو ده النادي الاهلي لما بيعالجوا لعيبه، انا اعتقد ان كان النادي الاهلي فضل وراها لغايه لما بقى كل امورها تمام. الحقيقه هو ده الفرق بين تنظيم النادي الاهلي لبطوله افريقيا واي انديه اخرى. فالنادي الاهلي يعني بيبقى انت داخل البطوله انا بتكلم كاني فريق خارجي، ما بقاش شايل هم الناحيه الطبيه، ناحيه الاقامه، ناحيه المعيشه، ناحيه النقل، كل حاجه النادي الاهلي بيوفرها على احسن وجه. نروح للمباراه الرابعه والمهمه، مباراه سبورتنج المصري والبنك التجاري الكيني، مع ان البنك التجاري الكيني من ابطال افريقيا، لكن نادي سبورتنج بيفوز بالمباراه 3-1 واعتقد بيضمن التأهل لدور الثمانية. حقيقة نادي سبورتنج أمس أدى مباراة أكثر من رائعة بقيادة المدير الفني العظيم كابتن ماجد مصطفى. طبعا كابتن ماجد كان صانع ألعاب النادي الأهلي لفترات طويلة، طبعا وكان عامل تشكيلات هجومية ودفاعية، وكانت البنات نازلة حماسية جدا. وطبعا المباراة دي ساعدت أن سبورتنج هيصعد كثاني مجموعته بعد نادي قرطاج التونسي. طبعا البنك التجاري الكيني ده فريق كبير جدا، ده من لو احنا برضو اتكلمنا على سجلات فوز البطولات، فهو حقق بطوله الانديه ابطال افريقيا مره واحده، فكانت مباراه اكثر من رائعه، والف مبروك لسبورتنج، ونتمنى لهم انهم يكملوا على هذه الصوره اللي ظهروا بيها امبارح. يا رب. البنك التجاري النهارده هيلعب مع قرطاج التونسي، شايف الماتش ازاي؟ انا شايفه ان المباراه بتاعت امس هتاثر عليه جدا، ان هو ما كانش متوقع الهزيمه من سبورتنج المصري. طبعا هيحاول يدافع عن بقائه في البطوله، عشان النهارده لو ما كسبش قرطاج هيطلع بره البطوله خالص. هسالك سؤال بصراحه شديده، يسرى عبد الكريم توقعت فوز نادي سبورتنج على البنك التجاري الكيني؟ كنت بتمناه، كانت من امنياتي واحلامي لكل الفرق المصريه انها تكمل وتعبر، ان يبقى في اربعه مصريين فرق مصريه في الدور الثمانيه. بس الصراحه يعني كان بنسبه 60% ان البنك التجاري بالنسبه، عشان عندهم خبرات افريقيه كبيره، لكن سبورتنج المصري السنه دي تاني مره، تاني عام على التوالي بينزل البطوله العربيه، واول مره يشارك في بطوله افريقيا. خلينا نخش لاخر مباراه، كابتن يسرى، اسك الايفواري مع نادي الشمس، كابتن تهاني توسن بتفوز باول مباراه ليها 3-0 مع اسك موموزا الايفواري. هي كانت مباراه من جانب واحد، الف مبروك لنادي الشمس، المباراه دي فتحت له السكه ان هو يبقى في امل النهارده مع نادي السجون الكيني. لو كسب نادي السجون الكيني هيصعد تكاني مجموعته، وكانت هتبقى مفاجاه كبيره قوي لينا. احنا طبعا كاهلاويه بنشجع النجمه الكبيره الاسطوره تاني توسن، ونتمنى لها كل خير النهارده. طب نادي الشمس والسجون الكيني، ايه رايك؟ شايفه الحسابات ازاي؟ الماتش في الملعب الحقيقه انا متوقعه ان نادي الشمس بالرغم من غيابات كبيره جدا، زي ما انا قلت لك قبل كده، ندى معوض، نوره معوض، فرح رمزي، كثير من اللاعبات مش موجودين، عندهم فرق لعيبه كتير مصر. عندهم صراحه نادي الشمس بيهتم بالكره الطايره من الناشئات لحد الدرجه الاولى. يعني انا اتمنى طبعا فوز نادي الشمس، عشان كده يبقى ثلاث فرق مصريه في دور الثمانيه ان شاء الله. نتمنى الفوز نادي الشمس، نتمنى فوز الكابتن تهاني توسن، يا رب ان شاء الله، الكره الطايره في مصر. خلينا يا كابتن يسرى نشوف ترتيب المجموعات بعد نهاية اليوم الرابع اللي هو امبارح. في المجموعة الأولى الترتيب بعد ماتشين، الأهلي الجمارك كانون، يو اس اف اي البوركيني. أعتقد الأهلي والجمارك 6 بونت، رأيك إيه؟ رأيي إن طبعا الحمد لله إن إحنا أتمنى إن إحنا النهاردة نكسب الجمارك النيجيري عشان نعبر بالعلامة الكاملة. ومباراة اليوم يعني طبعا الجمارك النيجيري هيبقى أحسن من الفرقتين اللي إحنا لعبناهم قبل كده، وأعتقد إن هي مباراة هتبقى فيها تاكتكس كتير جدا من المدير الفني للنادي الأهلي كابتن حمدي الصافي العظيم. طبعا مش قلقانة مباراة النهاردة الجمارك ما يقدرش ممكن يحقق مفاجأة النادي الأهلي، ولا الاهلي خبرته اعلى من الجمارك؟ الحقيقه نادي الجمارك النجيري فيه اربع لاعبات العمر بتاعهم بيتعدى 30 عاما، وهما صحبات خبره كبيره قوي، سواء على المنتخب النجيري او سواء على النادي نفسه. وكان فيه طبعا لعيبه استر دوسو، دي لعيبه محترفه كانت عندنا، جات لنا النادي الاهلي وبتلعب النهارده. لعبت معاك يا كابتن نصر؟ لعبت معايا وكسبنا بطوله 2005 و2007 بطوله افريقيا، وخدت احسن لعيبه في 2005. هايل. هنروح للمجموعه الثانيه ونشوف المجموعة الثانية، نادي قرطاج التونسي والبنك التجاري
وسبورتنج المصري زي ما احنا شايفين بعد مباراة امبارح في قرطاج التونسي لعب مباراتين فاز في 2 6 نقاط، والبنك التجاري الكيني مباراتين خسر واحدة فاز واحدة وخسر واحدة وثلاثة بونت، وسبورتنج المصري لعب مباراتين فاز في واحدة خسر في واحدة ثلاثة بونت، وفي الاخر دي جي اس اي بي كونغولي لعب مباراتين خسر معهوش ولا شيء من النقاط. رأيك ايه في ترتيب المجموعة؟ اعتقد ان سبورتنج كسبان الماتش بتاعه. فالجدول ده اتغير، يعني الجدول ده اكيد اتغير على امس على نتائج على يوم الرابع. لا انا اعتقد النهارده بعد مباريات النهارده ان شاء الله كارتاج يقدر يستطيع الفوز على البنك التجاري الكيني، وبهذه النتيجه سيصعد ويعبر فريق سبورتنج المصري لدور الثمانيه. لاي ظروف لو البنك التجاري الكيني كسب كارتاج التونسي هيبقى في حسابات، هيشوفوا بقى النقاط وهيشوفوا المباراه اللي هي بين كل فرقتين، يعني مثلا هينظروا لمباراه البنك التجاري الكيني وسبورتنج المصري. احنا طبعا متفوقين فيها بثلاثه اشواط مقابل شوط كويس. فبهذه النتيجه سنصعد سبورتنج المصري سيصعد لدور الثمانيه. كويس جدا. هنروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه اللي بيهمنا فيها نادي الصيد المصري، بس يعني هو جاي في الترتيب في الاخر. ترتيب الانابيب الكيني مباراتين معاه 6 نقاط، وفاب الكاميروني ماتشين معاه 6 نقاط، وكده الاثنين وصلوا. ريفينيو رواندي 0 من النقاط، والصيد المصري لعب ماتشين ولم يفوز في المباراتين. رايك كيف الترتيب يا كابتن يوسف؟ رايي ان هو ترتيب منطقي جدا بالنسبه للخبره الافريقيه، وبالنسبه لطموح نادي الصيد ان شاء الله الجاي احسن وافضل بكتير ان شاء الله باذن الله. هنروح للمجموعه الرابعه، والمجموعه الرابعه دي فيها حكايه كبيره عشان خاطر كابتن تهاني توسن. كابتن تهاني توسن الكابتن بتاعنا الكبير اللي كلنا بنسبورت النهارده كابتن تهاني توسن في مباراه مهمه جدا. خلينا نشوف ترتيب المجموعه بعد اليوم الرابع. بعد اليوم الرابع ترتيب المجموعه المجمع البترولي 3 مباريات العلامه الكامله زي ما حضرتك قلتي، بس مع 8 نقاط. ايوه، علشان كسب كل مبارياته ب3 اشواط مقابل لا شيء. او 3 اشواط، كسب ماتش الشمس 3-2 فخد نقطه. اللي بيكسب اي مباراه بتطلع 3-2، الفائز بياخد نقطتين والخسران بياخد نقطه. فهي دي الحاجه الوحيده اللي هي خلتنا 8 نقاط، ان 8 نقاط المفروض يبقوا 9. فهي النقطه دي اللي قلت 3-2. من 3-2 مع فريق الشمس المصري. السجون الكيني 3 مباريات فاز مباراتين وخسر مباراه و6 نقاط. نادي الشمس المصري 3 مباريات لعب 3 مباريات ومعاه 5 نقاط، ونيكومبو الاوغندي 3 مباريات معاه نقطتين، واسك الايفواري 4 مباريات فاز في مباراه واحده وخسر 3 ومعاه 3 نقاط. رأيي ان المباراه اللي بتتلعب دلوقتي هتحدد حاجات كتير جدا. طبعا احنا عارفين لو احنا طلعنا النادي الاهلي طلع اول مجموعته هيلعب في الدور الثمانيه مع تاني المجموعه اللي هيطلع هنا، فاما هيلاعب السجون الكيني او هيطلع الشمس المصري. وانا المباراه على ارض الملعب دلوقتي. وانا اتمنى الشمس المصري، النادي الاهلي يقابل الشمس المصري في دور الثمانيه. ولو قابل السجون الكيني انا اتمنى اكيد زيك بالظبط عشان خاطر كابتن هاني توصل لك. لو قابل السجون الكيني رايك ايه؟ هو كابتن حمدي الصافي اكيد هيدي لكل مباراه يعني الدراسه بتاعتها والاهميه بتاعتها، وايا كان سواء السجون المصري او الشمس السجون الكيني او الشمس المصري هيبقوا نازلين دارسين كويس جدا الفرقه المنافسه. والبنات اعتقد ان البطوله على ارض مصر ان شاء الله البنات هيبقى كلهم حماس، وان شاء الله الجمهور يبقى موجود، وان شاء الله البطوله اهلاويه. الجماهير ايه؟ الجماهير عندك انت الجماهير هي انا بحب الجماهير هي الجماهير حياه، يعني انا بحس ان الجمهور طول ما هو موجود في الملعب واللعيبه سامعين السبورت انهم سبورت ليهم وتشجيع ليهم، دي بتعمل حافز داخلي جدا عند اي بنت في اي كوره صعبه بتحاول تجيبها. بيبقوا طبعا عايزين يظهروا قدام الجماهير ان هم يستاهلوا يلبسوا تيشيرت الفانيلا الحمراء، عشان مش اي حد بيقدر يلبس التيشيرت الفانيلا الحمراء. زي ما كابتن يسرى قالت للجماهير، نتمنى الجماهير تشجيع مثالي، تشجيع رائع، تشجيع كل حاجه لسبورت البنات النهارده. مباراة مهمة، مباراة دور الثمانية جمعة سبت، عندنا مباراة مهمة جدا، عايزين الصالة تملى، عايزين الجمهور يشجع لاعبات عشان نقدر نوصل للنجمة العاشرة بإذن الله. خلينا نشوف مباريات النهاردة على اللي حصلت النهاردة من في نادي الأهلي. المجمع البترولي بيلعب الساعة 1 مع نيكومبو الأوغندي، والمباراة انتهت 3-0، كانوا الكونغولي ويو اس اف البوركيني 3-0، فاب الكاميروني والأنابيب الكيني بنتيجه 3-0 للانابيب الكيني، والصيد المصري مع ريفينيو كسب الريفينيو الرواندي
كسب 3-0. كابتن يسرى هقف عند المباراه دي معلش على نادي الصيد ما قدرش يكسب فرقه رواندا كمان. على فكره فرقه ريفينيو الرواندي دي فرقه احتلت المركز الخامس في البطوله السابقه. يعني في بطوله افريقيا اللي اقيمت في نادي الاهلي العام السابق هو قدم عروض كويسه جدا، وهو فعلا بيبين لنا ان المنتخب الرواندي كمان بعد كده هيبقى منتخب بينافس. يعني مش معنى ان هو رواندا ان ما يبقاش في امل. رايك رواندا داخله في الكره الطايره؟ انا اعتقد انها داخله بنتائج العام السابق والعام الحالي. يعني ونكمل المباريات بعد كده. البنك التجاري الكيني بيلاعب قرطاج التونسي، ودي كده قرطاج البنك التجاري الكيني مع قرطاج التونسي، ودي جي اس بي كونغولي عفوا الساعه 5 كان مع سبورتنج المصري، والشمس المصري بيقابل السجون الكيني دلوقتي، والاهلي هيقابل الجمارك النيجيري. خلينا نستعرض مع كابتن يسرى اسماء الجهاز الفني واللاعبات للنادي الاهلي. الجهاز الفني، المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام ياسر صلاح، المدرب ايمن فؤاد عبد السلام، مدير اداري محمد مجدي، بيبو الشهير بيبو نتمنى له ان ربنا يديله الصحه يا رب. الاداري على بيبو، خلي بالك كلمتي على مصر الا بيبو. ليه؟ الا ما أنا قلت كابتن محمد مجدي ده ربنا يديله الصحه ويفضل على طول. هو كان اداري فريق الكوره الطايره بنات من اعوام سابقه كتير جدا، وهو روحه مهمه جدا. كويس. الاداري كابتن ايهاب حسن، المخطط الاحمال كابتن رانيا عبد العزيز اللي ليها دور كبير قوي في اي مظهر بيظهر بيه النادي الاهلي، علاج طبيعي الدكتوره منة طلّة عادل، المحلل التقني كابتن شريان سامح اللي هي كابتن النادي الاهلي سابقا، واخت كابتن نهله سامح اللي هي كابتن الفريق. طبعا دي من احلى الاوقات اللي انا لعبتها مع نهله. الطبيب الدكتوره ميران محمد. كويس، يلا بينا نشوف قائمه تشكيل فريق النادي الاهلي. كابتن يسرى هتستعرض معانا تشكيل الاهلي. تشكيل النادي الاهلي، احسن لعيبه في افريقيا كابتن ايه الشامي رقم 1، الصاعده الواعده ندى وليد الليبرو رقم 2، مروه مجدي الدكتوره مروه مجدي رقم 4، الاوكرانيه كاترين رقم 5، احسن ليبرو في افريقيا مريم مصطفى رقم 7، قائده الفريق والعمود الفقري نهله سامح رقم 8، العقل المفكر شروق فؤاد رقم 9. كويس، نكمل اسمع جايلك حالا. اتفضلي. اللعيبه اللي ظهرت جديد في صفوف النادي الاهلي وانتقلت من نادي الشمس ونتمنى لها كل التوفيق مع ناديها الجديد، هي لعيبه صريحه طموحه جدا كابتن ساره امين، الغزال اللعيبه المحترفه الثانيه في النادي الاهلي واللي الناس كتير بيختلط عليهم ان هي المحترفه الاوروبيه الجميله فريده العسقلاني. ما هي جميله فعلا، جميله الخلق والخلقه. كابتن نرمين المنشاوي، ميار خليفه، دكتوره رنا الجوهري، سهيله وفيق، مريم متولي. بكده نكون استعرضنا النهارده النتائج امبارح والمجموعات والماتشات. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل محلاتنا الكبار كابتن شيماء عادل وكابتن انجي الشامي، وتنضم لنا كابتن يسرى عبد الكريم. اهلا بيكم بعد الفاصل. رحب بضيوفنا الكباتن الكبار النهارده محللينا كابتن شيماء عادل. مساء الخير. مساء النور يا كابتن. منورانا. ده نورك، ربنا يخليك. كابتن انجي شامي منورانا. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن نصر خلاص نورتنا من عن الاول خالص. منوره على طول. هنبدا هنشوف النهارده مباريات النهارده مع كباتننا محللين النهارده، نقرا على مباريات النهارده لان مباريات النهارده كانت مباريات مهمه جدا، هي بتحدد اوائل المجموعات وتواني المجموعات اللي هيصعدوا لدور الثمانيه. أول مباراة كابتن شيماء كانت المجمع البترولي الجزائري ونوكومبو الأوغندي النهارده، وخلصت المجمع البترولي 3-0. والله يعني نتيجة متوقعة جدا لنتائج المجمع البترولي الجزائري. هو بادئ البطولة من الأول بخطة ثابتة، بداية بفوزه على نادي الشمس، فشايفة أن هو إن شاء الله هو يستحق بجدارة إن شاء الله أن هو يكون أول المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة اللي هي بتضم 5 فرق عندنا. تمام. شايفة المجموعة بعد قدامنا المجمع البترولي الجزائري والسجون الكيني والشمس المصري نوكومبو الاوغندي اسيك الاوفواري، حد لفت نظرك من المجموعه غير الفرق الاهليه الاهم في المجموعه؟
لا 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 يعني مستوياتهم كلها متواضعه جدا جدا. يعني هو اول ثلاث فرق المجمع البترولي والسجون الكيني والشمس المصري هم يعتبر احسن فرق موجوده التوب يعني الموجودين. هم دول اللي حقهم يوصلوا دور الثمانيه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله الشمس النهارده يكون ليه فرصه ان هو يتاهل باذن الله. هنتكلم عن مباراه الشمس عشان مباراه الشمس دي مباراه مهمه جدا. كابتن تهاني توسن طبعا كل الناس وكلنا بنشجع اكيد كابتن تهاني توسن ان هي توصل للدور الثمانيه ان شاء الله مع نادي الشمس المصري. كابتن انجي المباراه الثانيه النهارده اللي اتلعبت بين كانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني وكانون بيفوز 3-0 مباراه تحصيل حاصل في المجموعه الاولى. هو هي يعني هم خلاص تقريبا بعد حسم الموضوع فالفرق ما بتبقاش يعني خلاص الفرق اللي تحت تبقى مش قويه قوي فخلاص احنا الحمد لله حسمنا المجموعه الاولى فبالتالي الماتشات دي كلها تحصيل حاصل فما تحصيل حاصل بالنسبه لي ما فيهاش. كابتن يسرى النهارده فاب الكاميروني في المجموعه الثالثه هو والانابيب كانوا بيلعبوا على اول وثاني المجموعه لكن الانابيب الكيني بتخلص المباراه 3-1 على فاب. الحقيقه الفريق الكاميروني ظهر بمظهر مشرف جدا في البطوله اللي احنا بنلعبها دلوقتي في صاله النادي الاهلي واستطاع الفوز على نادي الصيد المصري وريفينيو من رواندا والمباراه دي كانت على اول وثاني المجموعه بس خبره الفريق الانابيب الكيني ده دي فرقه ثقيله جدا وزنها يعني ليها وزن كبير قوي في افريقيا يعني فهو كان التوقع الطبيعي ان بالنسبه للتاريخ ان الانابيب الكيني هو اللي هيكسب لكن الشوط الاولاني انتهى فوز فاب الكاميروني ب 25-21 وبعد كده رجع تاني الانابيب الكيني للدفاع عن اللقب والدفاع عن صداره المجموعه قدر يستطيع الفوز 3-1 3-1 زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه كان ترتيب المجموعه بعد مباريات اليوم الرابع لكن الترتيب ده هو الترتيب اعتقد النهائي بعد مباريات النهارده في المجموعه الثالثه وصول فاب الكاميروني والانابيب الكيني لدور الثمانيه. المباراه الرابعه معانا كانت بين الصيد المصري وريفينيو الرواندي. كابتن شيماء طبعا هي كانت مفاجاه لينا كلنا لان طبعا احنا كنا عندنا امل ان نادي الصيد المصري يعمل مفاجاه ويبتدي يخش شويه احنا عارفين ان هو فريق لسه مكون جديد وتعتبر لعيباته كلهم صغار السن بس ان شاء الله اللي جاي احسن يعني انا اتمنى لهم ان شاء الله في المستقبل هيكون ليهم دور كبير وهيكون ليهم مستقبل كويس جدا لان البنات صغيرين ومحتاجين الخبره وبالنسبه ريفينيو الرواندي اعتقد ان هو فريق هي ضربه حظ هو احسن هو شارك اكتر طبعا من نادي الصيد المصري بس هو كان ليه الصداره ان هو يكسب النهارده خبرات نادي الصيد المصري اقل من الفرق المشاركه بسبب صغر السن. طيب دي المجموعه الثالثه كده اتحددت ملامحها قلت لكم الانابيب الكيني وفاب الكاميروني وصلوا للدور الثمانيه. خلينا نروح للمباراه الثالثه او المباراه الخامسه معانا دي جي اس بي الكونغولي مع نادي سبورتنج المصري في المجموعه الثانيه. سبورتنج طبعا بعد فوزه امبارح وطبعا ده انا ببارك لهم الاول على علاقات الاهلي طبعا هم عاملين مستوى حلو جدا وهم في البطوله العربيه برضو كانوا ماشيين كويس فهو ده بيديهم خبره للبطوله الافريقيه انا اعتقد ان النهارده الحمد لله برضو هم كانوا ماشيين كويس واللي هم بداوا يحطوا خطاهم الثابته يعني على في البطوله الافريقيه وان شاء الله يعني مباراتهم الجايه تبقى أحسن ان شاء الله. هم دلوقتي بياخدوا ترتيبهم واحده واحده وان شاء الله يبقوا ماشيين كويس. هو نادي سبورتنج كابتن يسرى دخل قبل كده في المباريات الافريقيه ولا دي كانت اول مشاركه؟ لا هي اول مشاركه لنادي سبورتنج في بطوله افريقيا وده راجع لمجلس الاداره اللي جاي جديد جايب فكر جديد في سبورت جديد جامد جدا لفريق كره الطايره النسائيه قدر يخش البطوله العربيه وخد الميداليه البرونزيه وكانت حاجه مشرفه جدا بالنسبه لفريق سبورتنج الحقيقه ويعني هو نادي سبورتنج بيوفر للفرقه مدرب منتخب مصر برده كابتن ماجد مصطفى هو مدرب ليه تفكير وليه يعني البلاي ميكر عموما بيبقى بيعرف يقرا الملعب قدامه بسرعه فاعتقد ان هو قرايته للملعب خلته ده من اسباب تفوق نادي سبورتنج على الفريق الكيني امس. اكيد كابتن ماجد مصطفى كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وبصير على مدار التاريخ من الناس الجمال اللي جم والناس الاكفاء اللي جم في مدار تاريخ كره الطايره في مصر وفي النادي الاهلي بنبارك له وبنقول له الف مبروك وصوله دور الثمانيه. ليه؟ عشان البنك التجاري الكيني خسر من نادي قرطاج 3-0 اعتقد مش مفاجاه بالنسبه لنا لكن المفاجاه ان وصول نادي سبورتنج للدور الثاني. رايك ايه يا كابتن شيماء في البنك التجاري الكيني 3-0 مع قرطاج التونسي
والله هي مفاجأة جامدة جدا، لأن احنا زي ما عارفين إن الفرق الكينية من الفرق القوية جدا، بس زي ما قلنا قبل كده إن فريق التونسي هو فريق عنده مهارات عالية جدا، تفكيرهم كويس في الملعب، بيقدروا عندهم خبص شوية زي ما بيقولوا، لكن الفرق الكينية بتعتمد على القوة والطول، فهم بيضربوا على الفاضي والمليان، ما عندهمش يعني الحنكة في التفكير شوية. وطبعا احنا طبعا دي حاجه لصالح نادي سبورتنج المصري برضو ان في فرقه تانية، وان شاء الله الشمس ممكن تبقى فرقه ثالثه تشارك في دور الثمانيه باذن الله. المباراه السابعه عندنا الشمس والسجون الكيني، بتتلعب دلوقتي على ارض النادي الاهلي في صاله 2. كابتن انجي تقول ايه على المباراه دي؟ اتمنى للشمس طبعا اللي هو يعني يكون عامل مباراه كويسه، واللي هو يطلع بنتيجه ان شاء الله يبقى فوز يعني. طبعا دي هتبقى حاجه الكابتن توتو والفرقه كويسه اللي هم بداوا يحطوا خطوهم السبتة ان شاء الله على يعني يعملوا حاجه وبداوا يخشوا في المربع او في دور الثمانية يعني. بس ان شاء الله يعني، بس انا مش عارفه النتيجه ايه دلوقتي. لو احنا عندنا اي متابعين معانا، واكيد كل المعدين عندنا متابعين، يجيبوا لنا النتيجه على طول من صاله النادي الاهلي بين نادي الشمس المصري. بتمنى له كل التوفيق النهارده امام السجون الكيني. خلينا نخرج لتقرير عن مباراه الاهلي الاخيره، ثامن مباراه النهارده بين الاهلي والجمارك النيجيري، وترجعوا لنا مره ثانيه. يدخل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمد الصافي لقاء الجمارك النيجيري بهدف اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، بعدما ضمن الفريق صعودا لدور الثمانية من بطولة إفريقيا رقم 30 للأندية الأبطال. الأهلي افتتح مشواره بالمجموعة بالفوز على نظيره كانون الكونغولي بنتيجة 3-0، وتبعه بالفوز على فريق USFA البوركيني بنفس النتيجة. وسعى حمد الصافي المدير الفني للفريق خلال المباراتين لإشراك جميع اللاعبات والاطمئنان عليهن ومحاولة إكسابهن للخبرات الإفريقية استعدادا للاستعانة بهن في بقية لقاءات البطولة التي ستشهد منافسة قوية في الأدوار المقبلة. بنظرة سريعة على منافس الأهلي في لقاء اليوم، نجد أن فريق الجمارك النيجيري فاز في أول لقاءاته على بطل بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 ومن دون عناء، حيث انتهت نتائج الأشواط كالتالي: 25-3، 25-9، 25-17. فيما كان الفوز الثاني على فريق كانون الكونغولي بنتيجة 3-1 في لقاء استغرق ما يقارب ساعتين من اللعب. فتيات الذهب كما يحلو تسميتهن من قبل عشاقي ومتابعي القلعة الحمراء يستهدفن الفوز في مواجهة الليلة للابتعاد عن مواجهة متصدر المجموعة الرابعة من البطولة القارية في الربع النهائي والمقرر إقامته الجمعة المقبلة. سيدات الشياطين الحمر يتسلحن بالتاريخ العريق، حيث أنهن أصحاب اللقب القاري في 9 مناسبات سابقة، يطمعن في إضافة النجمة العاشرة. كما أن الأهلي يمتلك سلاحا آخر خطير وفعال، ألا وهو الجماهير التي تكون أقوى محفز للاعبات للفوز وحصد اللقب، كما أنهم سلاح ضغط على المنافسين. رجعت لنا بعد تقرير عن مباراة الأهلي والجمارك النيجيري، بس خلينا نفرحكم ونفرح جمهور نادي الشمس إن نادي الشمس كسبان أول شوط 25-18 على نادي السجون الكيني. إيه؟ قلتي حاجة مهمة. حاجة مهمة جدا إن الفرقة توتو أكيد مدية للفرقة بتاعتها إن هي حماس وأمل، وقالت لهم نفسه لحد آخر الوقت. وأعتقد إن في لاعبات أصحاب خبرة كبيرة قوي في نادي الشمس برضو، بالرغم إن في لاعبات مش موجودين، فوجود نهال جمال كاليبلو للفريق هيعتبر دفاع قوي جدا، هتقدر تستقبل الكرة الأولى وتدافع عن الملعب. وجود آية الخالد العائدة بقوة إن شاء الله من إصابة الرباط الصليبي، إن شاء الله في منتصف الملعب هتبقى قادرة توقف الفريق الكيني. علياء هاني
من طرف الملعب الشولة، اللعيبة الصغيرة الذي ينتظرها مستقبل كبير إن شاء الله. أكيد لعيبة قوية جدا صح؟ لعيبة قوية وكل ماتش بتكتسب خبرة جديدة، فده بيأهلها إنها تبقى من اللاعبات النجمات في منتخب مصر وفي نادي الشمس. طبعا سلمى شحتوت اللي عايدة من أمريكا بعد 4 سنوات يعني بتلعب هناك، كان عندها منحة دراسية ورجعت، فطبعا كل اللعيبة دول هيمثلوا قوة، وإن شاء الله كمان شوية هتقول لنا النتيجة 2-0 للشمس. يا رب يا رب، نتمناها لنادي الشمس بإذن الله. لكن خلينا نبدأ تحليلنا على مباراة الأهلي والجمالك النيجيري. شايف المباراة زي النهاردة يا كابتن شيماء؟ والله أعتقد بقى إحنا النهاردة بداية الشغل الجامد كويس. يعني إحنا الماتشين اللي فاتوا كانوا ماتشات تحصيل حاصل، أعتقد كويس. النهاردة هيبقى فيه ندية شوية، هيبقى فيه لعب. النادي الأهلي إن شاء الله هيكسب 3-0، بس مش هيكسب بسهولة قوي، لأن الفرقة التانية برضو مش وحشة قوي للدرجة دي، لأ بتلعب، عندهم لعيبات كويسين وعندهم لعيبات عندهم خبرة. هم مشكلتهم شوية إن هم كبار السن، يعني هم في 4 فوق ال 30 سنة وعندهم طبعا في يعني الأعمار تقريبا بتاعتهم 20s بعد كده، بس هم في 4 فوق ال 30. إحنا برضو أعمارنا أقصى حاجة أعتقد 29 سنة، وأصغر لعيبة عندها 18 سنة. فإن شاء الله إحنا هنقدر نتغلب عليهم بسهولة طبعا في وسط جمهورنا، وان شاء الله نعدي ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا شايفين الصوره دي من ملعب المباراه، الفرقتين بيسخنوا، الاهلي المصري والجمارك النيجيري. كابتن انجي انا هختلف مع كابتن شيماء، قالت ماتش 3-0، الماتش ده انا شايف ان هيبقى فيه عدد اشواط اكتر من 3 اشواط. لا هو ان شاء الله 3-0 يا رب، نتمناها اكيد، انا بتمنى كده. لكن انا شايف من وجهه نظري من الماتشين اللي فاتوا ان الاداء بتاع الاهلي مش اداء ثابت على المستوى من اول ماتش. يمكن احنا من اول مباراه كابتن حمدي بدا يجرب اللعيبه كلها بتاعته، تمام. فهو ده برده مش مخلي فيه الثبات قوي في تشكيله الملعب، وده هو ده ممكن اللي موصل لحضرتك احساس اللي احنا يعني مش لسه مش على الخطى الثابته بتاعتنا. بس لا ان شاء الله احنا يعني فرقتنا، يمكن انا بس عشان انا يعني لسه مبطله قريب، فانا عارفه الفرقه فلا الفرقه بتاعتنا بتخش مع الماتشات وبتلعب بتلعب يعني حسب الماتش. هو بس احنا مشكلتنا ومشكله الاهلي عامه ان احنا بنلعب حسب الماتش، مستوى الماتش اللي قدامنا. هي دي بس ممكن اللي تبقى غلطه عندنا شويه، او هم برده عشان اللعيبات صغيرين فبرده بيبقاش مركزين قوي في كده. احنا بس عايزين نبدا ان شاء الله بتشكيلنا الاساسي ونبدا جامد ان شاء الله، هناخد الماتش 3-0. تمام كابتن يسرى، دائما وابدا في الطايره البصير هو محور اداء الملعب. أيوة. وهو الفريق هو اللي بيخلي الناس تشوط من خلفي او من امامي، ويخلي مركز 4 يشتغل كويس وكل حاجه. شايفه النهارده دور شروق فؤاد في المباراه ازاي هي وسهيله وفي؟ الحقيقه هو كره الطايره لعبه جماعيه بتعتمد على السبع لاعبات اللي جوه الملعب، يعني السته اللي في الملعب ومعاهم الليبرو. فالبلاي ميكر بيجي دوره بعد استقبال الكره الاولى، اللي هي لازم تيجي باتقان شديد عشان شروق تقدر تلعب وتنفذ الخطط اللي حطها كابتن حمدي الصافي. اعتقد شروق النهارده لازم تلعب كور سريعه كتير هي وسهيله، علشان خاطر يعني خداع للفرق الثانيه ان احنا ما بنعتمدش بس على الاطراف، ان هي يبقى نجمه الفريق اي الشامي ما نعتمدش عليها اعتماد كلي، عشان الفرق في المنافسه ما تحطش الخطه بتاعتها على انها توقف اي او توقف كاترين او نهله. فلازم شروق تنوع اللعبه بين اللعب السريع اللي هو الفريده العسقلاني او مريم متولي او نرمين المنشاوي، اللعب السريع ده اللي هو اللعبه القصيره اللي هي بتبقى على مستوى الشبكه اللي بيخش فيها ضريب سريع. وانا ما بقولش ان هي على طول تلعب سريع، بس تنوع ما تعتمدش على العالي دايما يعني. تمام. بصي بصراحه انت عارف انا بتكلم معاكم بصراحه جدا، شروق فؤاد ما ظهرتش بالمستوى اللي احنا شفناها فيه قبل كده، لسه مش دي شروق فؤاد اللي عرفناها في البطولات الافريقيه قبل كده. بص احنا مش هنقدر نقيم شروق من الماتشين اللي فاتوا، علشان خاطر الماتشات ما كانش فيها لعب فولي جامد يعني، وطبعا بايس. الفريق النادي الاهلي فارق كتير قوي عن الفرقتين اللي فاتوا. هنقدر يعني نقيم شروق او نتمنى لها كل توفيق يا رب من ربنا في ابتداء من دور الثمانيه، علشان هي شروق لو ربنا وفقها هي طبعا هي وسهيله يعني هم الاثنين بيكملوا بعض الحقيقه ومحر. كل واحد ليه وقت. فان شاء الله لو ربنا كرمهم وأدوا بأدائهم اللي احنا متعودين عليه ان شاء الله النادي الاهلي هيصعد للمباراه النهائيه يا رب. مركز 4 هو الضرب في الملعب كله، هو اهم مركز عندنا. شايف المركز ده بيأدي دوره ازاي، او النهارده الدور اللي عليه في مباراه النهارده، اذا كان نهله اذا كان كاترين سوري، يعني شايفها ازاي؟
والله احنا دايما عارفين ان لعيب رقم أربعة اللي هو ضارب من أربعة هو دايما اللي بيخلص كويس. يعني كان يتقال لنا اي كورة بايظة ارفع الأربعة على طول. بس طبعا عشان هو بيبقى عنده المساحة او الكيرف عنده عالي يعني بالنسبه للزاويه فبيقدر يشوط براحته. وطبعا مش هننسى طبعا كابتن ايا الشامي لان هي برده من احد الاساسيات في الشوط الساحق. فاعتقد ان هم ليهم دور كبير جدا في التثبيت، ان احنا نحاول نهرب من البلوك، ان احنا نحاول نخترق البلوك، نحاول نشتغل شويه بدماغنا لو حسينا ان الدنيا مقفوله او البلوكات عاليه قدامنا نحاول نحط بليس الاماكن الفاضيه. واكيد ان كابتن حمدي دارس كويس قوي الفرقه وهيقدر يعرف نقاط الضعف ويقدر يلعب عليها كويس. سنتر بلوك بتاعنا العظيم قفل الشبكه من ناحيه الفريق النيجيري واطولهم يقدروا يضايقوا فريق الاهلي في بالذات السنتر بلوك اللي هو رقم 3 بيتحرك بتاع نيجيريا كويس جدا زي ما انا شايف في الماتشات اللي فاتت. هو طبعا هو بغض النظر للفرقة نيجيريا طبعا فرقه محترمه وبرده اطولها متناسبه جدا واطولها متناسبه، بس احنا اعتقد ان احنا خبرتنا اعلى شويه في السنتر بلوك. يعني عندنا فريده وعندنا مريم متولي ونرمين، الثلاثه خبرتهم عاليه في الكسنتر، بيعرفوا يتحركوا كويس قدام السنتر بلوك، شو هتعرف تحركهم كويس وهيعرفوا يتعاملوا ازاي يضربوا الضرب السريع في اماكنهم المختلفه سواء في الزاويه في واحد او في خمسه حسب اتجاه البلوك. فاعتقد الخبره بتاعه السنتر بلوك عندنا اعلى ان شاء الله من خبره من خبرتك في افريقيا. ضرب الزاويه هو الاهم ولا ضرب اللاين هو الاهم والفرق الافريقيه بتعتمد عليه في دفاعها قدام الفرق المصريه بالنسبه للسنتر ولا بصفه عامه؟ اعتقد ان في المركز أربعة او الاوبزيت نفسه هو بيضربوا. احنا يعني اطوال بتاعه افريقيا بيقفلوا زوايا اكتر من الخطوط، يعني ما بيعرفوش يمسكوا خطوط قوي يعني. فانا اعتقد ان احنا لو احنا ضربنا كخط او قدامنا يعني كخمسه او في واحد ده هيدينا نقط اسرع من الزاويه. لو احنا استغلينا الحاجه زي كده لازم نشوف دفاعنا، احنا دفاعنا قفلت الليبرو مع الخط وقفلت الزوايا. هل الفريق النيجيري يقدر النهارده يخترق دفاعات النادي الاهلي السنتر بلوك بتاعنا اذا كان 3 او 4 مركز 3 او 4 يقدر يخترقهم ولا اللاين هو اللي هيبقى مفتوح ولا نقدر نعمل ايه؟ هو بالنسبه لو هم شاطوا من عندنا ممكن لا مش هيخترقوا لان احنا بنبقى طالعين السنتر بلوك هيبقى مقفل الزاويه كويس بيبقى مدخل ايده مثلا كده وموقف فريده ومريم. بالنسبه لفريده ومريم اعتقد ان هم عندهم كمان خبره ان انا اقدر ابقى عارف اللاعب اللي قدامي لان هم اكيد دارسين وعارفين ان السنتر بلوك مثلا بيشوط من في خمسه قد ايه في مركز واحد قد ايه. بالنسبه برضو للليبروهات وراء اكيد هم هيبقوا عارفين امتى بيبقوا. على فكره احنا بنبقى متفقين المفروض انا في اللعبه دي انا هفتح لك خط فهي بتبقى عارفه ان الخط مفتوح بيبقى فيه علامات احنا بنعملها. لا اوقفك بس، يعني ايه تفتح الخط وتقفلي الزاويه؟ عايز بس اشرحها للناس لان فعلا الناس كتيره بتكلمني تقول لي ايه الخط وايه الزاويه. يعني الكروسات دايما مثلا لو انا عملت اثنين ده معناه ان انا ايه هفتح الزاويه مفتوحه كويس. هسيب الزاويه لو انا عملت واحد يبقى انا هقفل الخط كويس. اوكي هي بتبقى بالاتفاق مع اللاعبات مع بعض كويس. ده قصدك السنتر بلوك ورقم أربعة لما يلموا بيتفقوا على اللي لان اللعيب رقم أربعة اللي على الطرف لو فتح الخط بيعمل واحد فهو ما بيخشش لغايه الانتنه ما بيقفلش بيسيب جزء بحيث ان هو حتى لو اتضرب جنبه هو كده هيبقى حامي اكتر الزاويه كويس. والعكس صحيح ان انا العكس صحيح ان انا بقفل الخط واللعيب ثلاثة بيخش يغطي معايا يقفل معاك بالظبط. كابتن يسرى لما اتفرجتي على الجمارك النيجيري في المباريات اللي فاتت شايفه لعبته اللي هي اللعبات بتاعت نيجيريا تضرب على الزاويه ولا على الخط اكتر؟ الحقيقه الفريق النيجيري عنده ثلاث لاعبات على مستوى عالي جدا. طبعا استر دوسو اللي كانت محترفه في النادي الاهلي اللي هي رقم خمسة واللي هي بتعتبر اللعيبه اللي بتضرب خلفي وامامي اللي هي كروس الباسير اللي هي مكانها ما يعادلها في الفريق المصري. طبعا اللعيبه العظيمه ايا الشامي، اللعيبه دي لعيبه عندها خبره كبيره بسبب ان هي بقالها كتير بتلعب في افريقيا وهي احترفت في الدوري التركي قبل كده. فهي انا اعتقد ان اللعيبه دي لازم نركز عليها كويس جدا في البلوك. يعني لو هي لاحظت ان هي بتشوط خط كتير اكيد كابتن حمدي الصافي من بره هيقول امسكوا الخط، لو مسكت الزاويه لو شاطت في الزاويه هنعرف نتصرف. احنا فرقتنا الحمد لله بتعرف تتاقلم على حسب اللعب اللي قدامها، يعني بيعرفوا في المحلل التقني بتاعنا بره كابتن شريان سامح اكيد هتقول لكابتن حمدي ان كل واحده كل اللعيبه بتلعب فين وكابتن حمدي ساعتها بيقدر يقول للبنات على طول وبينفذوا. دي مثل النادي الاهلي انهم بينفذوا تعليمات المدرب فورا اول ما يقولها. يعني
من وجهه نظرك وانت بتلعبي مع ايستر دوسو كانت الزاويه بالنسبه لها هي الاهم للشوط ولا الزاويه ايستر دوسو معظم لعبها الزاويه وهي الكوره لما تبقى مظبوطه عندها بتشوط بكل قوتها هي ما بتفكرش جامد في الملعب هي اي كوره مظبوطه بتضربها فالكوره اللي بتضيعها خلف البلوك قليله يعني هي بتحب تعتمد على قوتها اكتر من ذكائها تمام دي اللعيبه رقم 9 معلش هي اللعيبه دي كابتن الفريق دي لعيبه مميزه جدا هي قصيره القامه بس جنبها ربنا يديها ارتقاء عالي جدا فتشوفوها في الملعب هي لعيبة أكبر لعيبة سنا عندها 40 سنة فأعتقد عندها خبرة كبيرة جدا وأنا بس أحب أن هم في البلوك يركزوا معاها كويس جدا عشان أعتقد أن هي من اللعيبات الخبرة اللي هتقدر تبص وهي بتشوت بتضرب هي البلوك مفتوح ولا الخط مفتوح الزاوية مفتوحة ولا الخط مفتوح فاعتقد ده انا ما عنديش مشكله على فكره لو احنا سيبنا لها الخط احنا الحمد لله عندنا ديفنس بره ورا خلفي على مستوى عالي جدا لكن يعني اعتقد انهم يركزوا معاها شويه مين بيدفنس من الخط الخلفي عندنا لما اللعيبه بتضرب من ارض الملعب عندنا طبعا الليبروهات كابتن مريم مصطفى وندى وليد عندنا كابتن نهله سامح اللي بتظبط نهله دورها في الملعب يعني يمكن هي ما بتضربش جامد ويعني زي بقيه اللعيبه لكن بتخلص الكوره بذكاء ومهاره وبعدين بتقف فعلا في الكور في الوقت وبتوصل للكوره في الوقت المناسب وتطلع الديفنس وبتستقبل الكوره للبصير فبيقدر يرفع للضريب فنهله من العناصر الاساسيه جدا وطبعا ساره امين طبعا اضافه كبيره للنادي الاهلي كاترين هي تقريبا اقل واحده في الاستقبال في الثلاثه اللي انا ذكرتهم لكن ليبرو بيقدر يغطي عليها ويساعدها في الاستقبال استقبال الكوره هي الكوره الطايره اتفقنا صح ايوه استقبال الكوره النهارده كنا المباراه اللي فاتت كان عندنا بعض الاستقبالات ما كانتش يعني مظبوطه خلينا نقول ايه مش اخطاء خلينا نقول مش مظبوطه يعني شايفاها زي النهارده لان اعتقد النهارده الفريق النيجيري الغلطه عنده بضن احنا اهم حاجه عندنا الكره الاولى عشان البصير يعرف يتصرف فيها يعني سواء هيدخل فنتاتو او هيدخل السريع بتاعه ويبدا يلعب على الاطراف لازم الكره الاولى تبقى مظبوطه وموجوده يعني مظبوطه ازاي اللي هي جوه خط التلت هو ده اللي احنا المفروض نركز عليه النهارده والمفروض ان شاء الله النهله والليبرو ولاعيبه وفرده اربعات الثانيه اللي هي كاترين او ساره يبقوا مركزين في حاجه زي كده مجرد ان احنا ان شاء الله طلعنا الكره الاولى فالمباراه بالنسبه لنا هتبقى سهله نفسي اعرف مش بتجيب سيره ايه الشامل ايه عشان اختك لا اولا ايه ملهاش دعوه بالاستقبال خالص تمام فاحنا بنتكلم بتجنبها من الاستقبال احنا عندنا اللعيبه اللي بيضرب خلفي اللي هو بيبقى كروس باسير زي احمد صلاح وزي تهاني توسون بيبقوا في ثلاثه قدامهم بيستقبلوا اللي هو اللعيب الليبرو والاثنين بتوع الاربعات عشان يتفرغ لو الكوره طلعت مش مظبوطه يتفرغ للعب الخلفي فهو ده من المميزات اللعيب الخلفي ان هو على طول متجنب من الاستقبال عشان يبقى مستعد لضرب اي كوره احنا غالبا بنستقبل بثلاث لعيبه بس يا كابتن اللي هو الاثنين بتوع الاربعات والليبرو هما دول الاستقبال ده اساسي استقبال اساسي استقبال لو النهارده الارسالات بتاعتنا كانت حاسمه شايفه الارسالات بتاعتنا تمشي على اي وتيره سبايك ولا ارسالات مختلفه الشكل ولا شايفه ايه بالظبط مع فريد لا احنا ما عندناش حد بيلعب سبايك سيرف كله بيبقى فلوتر او فلوتر بالجامب كويس فلكن احنا ارسالات اللي عندنا كويسه جدا فلوتر يعني احنا بنتميز بالارسالات القويه الموجهه زي كابتن نهله سامح فريده العسقلاني مريم متولي وكاترين وطبعا ايه انا ما بنساش ايه ابدا الحمد لله مش ناسيه ايه معانا فاعتقد ان هم النهارده برضو بعد هم اكيد كابتن حمدي الصافي بيكون عامل ندوه او بيبتدي يشوف نقط الضعف والقوه في كل فرقه بيشوف مين عنده مشكله شويه في الاستقبال فاكيد هم بيكونوا عاملين في التدريبات الصباحيه تمرينات مخصصه للارسال ان احنا بنوجه الارسال للمناطق اللي هي زي 5 و6 و1 هو دايما 5 و6 بيبقى فيهم مشكله بتاعت اللي هو في استقبال ليبرو واستقبال مركز 6 هو الليبرو عمره ما بيستقبل من مركز 5 بيستقبل بس من مركز 6 ومركز 1 لكن 4 بيستقبل من 5 ومن 6 و1 عادي مفيش مشكله شايف ان فريق الجمالك الكيني استقبالاته والليبروهات بتاعته شكلها ازاي في مباراه النهارده والله هو عنده ليبرو واحد بس رقم 6 هي عندها 32 سنه فواضح ان هي مخضرمه قوي يعني بس ان شاء الله يعني هنقدر نخترق الحصن المنيع ده يا رب نخترق الحصن عايز منكم كلام سريع جدا عشان هنطلع الملعب المباراه عنوان للمباراه كلمه تقوليها لسيدات النادي الاهلي قبل مباراه النهارده ارسال قوي استقبال كويس نفوز 3-0 ان شاء الله توكلنا على كابتن يسرى اتمنى يبقى اداء قوي عشان نرهب الفرق اللي هنقابلها قبل كده بعد كده خلينا نبص على بطاقه مباراه النهارده
وبطاقة تعريف المباراة قبل ما نطير لملعب المباراة. الحكامنا النهاردة شاجي من كينيا وديجي من كوت ديفوار وصالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة 8 مساء، يعني كمان أقل من 5 دقائق. تعليق معلقنا الجميل الكابتن محمد عفيفي. يلا بينا هنطير على ملعب المباراة لأن الفرقة خلاص بتقدم قدامنا. هنطير على ملعب المباراة وانتظروا، والكلمة مع زميلي محمد عفيفي للتعليق على مباراة الأهلي والجمارك النيجيري في ختام الدور الأول لبطولة الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي. بفضل تألق لاعبات النادي الأهلي النهاردة في المباراة مع الجمارك النيجيري يفوز النادي الأهلي بالعلامة الكاملة 3-0 بنتيجة أشواط 25-10 25-19 و25-14 في الشوط الأخير. وبكده النادي الأهلي هيقابل نادي الشمس اللي كسب السجون الكيني 3-1. خلاص الدور الثمانية تحدد بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الشمس، هيتقابلوا في دور 8. بنبارك للنادي الأهلي، بنبارك لنادي الشمس وصولهم لدور 8. النادي الأهلي لعب 3 مباريات، يعني المستوى ما كانش عالي، لكن أعتقد في المرحلة اللي جاية كابتن حمدي صافي ونجمات الفريق بيعلوا بالمستوى وبيوصلوا. هو دي البطولات دايما، البداية البطولات ما بتكونش هي البداية المهمة، لكن النهاية هي اللي تكون مهمة بالنسبة لنا للوصول للنجمة العشرة لأبطال وبطلات النادي الأهلي في الكرة الطائرة سيدات. كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية في دور الثمانية، بإذن الله يعدوا المرحلة وماتش ماتش معاهم ووراهم جمهورنا العظيم كمان يقف وراهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية. خلينا نروح لمحللين النهاردة نشوف المباراة رأيهم فيها إيه وقالوا إيه عن المباراة. النادي الأهلي زي ما أنت قلتي، انا قلت 3-1، قلت انت 3-0 وطلع 3-0 وانجي 3-0 وانجي وكلكم 3-0. انا ضد الموضوع بس مفيش مشكله، الحمد لله هو 3-0. شفتي المباراه ازاي النهارده يا كابتن شابي؟ والله واضح جدا ان النادي الاهلي كان قاري الملعب كويس قوي بالنسبه للفريق النيجيري، كان عارف نقط ضعفهم كويس قوي، ابتدى يلعب عليها. احنا فعلا النهارده كنا كويسين جدا ومميزين جدا في الاستقبال والديفنس والتغطيه. لا انا شايفه ان في تحسن كبير جدا، وزي ما قلنا احنا كنا طالعين تدريجي، فالنهارده فعلا النهارده كنا على اكمل وجه وكان مستوانا كويس جدا. شايفه النهارده من وجهه نظرك ان الاهلي بدا يخش في البطوله خلاص مع فرق قويه من اول نقطه في التايم الاول؟ بتحسي ازاي الموضوع ده يا كابتن؟ بحس بجديه البنات وهم في الملعب، ان احنا بنموت على اي كوره، ما بنخليش الكوره تنزل بسهوله، عندنا حماس ان احنا نشوط كويس، البلوكات مركزه عاليه، الاطراف الشوط كويس والبلوكات كويسه، فمن الاول خالص حسينا لا في تركيز مختلف تماما عن الماتشين اللي فاتوا. تمام كابتن انجي، مش هنخش في المباراه لكن هخش على الشوط الثاني بالذات. الشوط الثاني كان في تارجح في المستوى، يعني بدأ الجمارك الكيني ب 4-0 وصلنا 8-5 وفضلنا ماشيين لغايه ما حصل التعادل 16-16 بفضل مريم متولي، بفضل كاترين، بفضل كل اللاعبات. هو احنا يا كابتن زي ما احنا قلنا في الاول خالص في اول الاستوديو بتاعنا، قلنا ان احنا الاهم حاجه عندنا كانت الاستقبال. كويس. احنا الاستقبال بتاعنا اتهز في الشوط ده في الاول خالص 4-1، يعني احنا المفروض ان احنا الاستقبال عندنا اتهز لغايه 4-1، كان في مشكله عندنا في الاستقبال. مجرد ان احنا بدانا نظبط الاستقبال شويه بدات الدنيا تتحسن. كمان الارسال بتاعنا لغايه ما وصلنا 12 13 كان فريده مع الارسال، ارسال فريده كان مؤثر جدا لغايه ما وصلنا 13 13 كويس. لغايه بعد كده احنا مشينا بمعدل كويس، ارسالنا كنا ضاغطين بالارسال كويس جدا، فده اللي ممكن يكون بس فرق بالنسبه للشوط الثاني بالنسبه لنا، اللي احنا ارسالنا واستقبالنا ما كانش كويسين في الاول المباراه. الشوط الثاني هو المحور، هو الاداء، هو محور الاداء، هو ده اللي انا قلقان عن نفسي شخصيا بسبب الشوط الثاني، لكن قدروا يستعيدوا وقدروا بروح النادي الاهلي يستعيدوا الشوط الثاني. هو الحقيقه كابتن حمدي النهارده لعب بخطه لعب
كويسه جدا، كان عباره عن اللي احنا قلناه قبل المباراه ان الشوق لازم تعمل خلل في البلوك قدامها، لعبت كذا كوره سريعه في بدايه المباراه وبعدين بدات تفتح على الاطراف. كانت موفقه جدا في الشوط الاولاني الحقيقه، كان منظر الفرقه قوي جدا وكان يخوف اي فرقه قدامنا. لعب بطريقه كمان ان احنا نلعب ارسالاتنا موجهه على الليبرو لضعف استقبالاتها وعلى مركز اربعه اللعيبه رقم اللي بتهاجم من مركز اربعه عشان تبقى مركزه في الاستقبال ويقدر يوقفها في الضرب. وصراحه احرزنا نقط كتير جدا من خلال ارسالاتنا الموجهه عن طريق اللعبتين دول. في حاجه ثالثه ان هو انا اول مره النهارده اشوف كاترين الحقيقه بتشوط ضرب صريح على الخط، يعني كاترين على طول لعيبه بتضرب زاويه بتميل الى الضرب الزاويه، والنهارده بدات تشوط خط، فمعنى كده انها بتشوط خط معنى ان كابتن حمدي مديها تعليمات ان الخط هناك الناحيه الثانيه مفتوح فلازم تتوجهي في الضرب على الخط. بس النهارده الاداء كمجمل اداء مميز من ناحيه البلوك، اداء مميز من الاستقبال من مريم مصطفى، كانت على اعلى تركيز ليها النهارده الحقيقه، استقبلت كويس جدا، يمكن خانها كوره او كورتين بس المجمل العام كانت موفقه جدا. نهله سامح الحقيقه النهارده عملت كورتين ثلاثه ما حدش يقدر يعملهم غير نهله سامح، يعني عشان نبقى متفقين في كورتين ديفنس بيبقى ورا الشبكه او بره العمود او كده، هي شخصيه قتاليه جدا بتحاول تجيب الكور الصعبه دي، وفريده بتحاول تكمل بعديها. بس المجمل العام الفريق النهارده ادى مباراه من احسن المباريات في الدور الاول بالنسبه له، ونتمنى له ان هو المستوى يبقى اعلى واعلى في المباريات القادمه. تمام، حسيت ان هم النهارده في النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي قادرين يلموا البلوك كويس ويقفل فعلا السنتر بلوك مع اليمين او الشمال، لكن الخط اللي ورا اللي هو الخلفي بالنسبه لك كان شويه يعني في كور سقطت من تحت البلوك ما قدروش يوصلوا ليها. بالظبط، هو في الشوط الثالث كان في ساره امين كان في كوره، المفروض دايما ان لاعب بمركز اربعه لما بيكون واقف في سته بكون مأخره في الاخر خالص، بس للاسف ساره كانت مقدمه قدام فابتدت الكور وهي ما تاكدتش ان الكوره كانت اوت ولا انسايد، فللاسف وقعت الكوره وراها. غير كده بيبقى يجي بقى لو عندي البلوك ما كانش قافل عندي كويس بتبتدي ينزل في النص تاتش ما بين مركز ثلاثة فتبدا الكره تقع، فكان بس في شويه هزه في الجزئيه دي. لازم اسالك السؤال ويا ريت تجيبوها لنا يا جماعه اللقطه دي في اول الشوط الثالث اللي انا بتكلم عليها دي بالذات، نجيب بس الشوط الثالث عشان الشوط الثالث حصل تغيير دايما بين كاترين وبين ايا الشامي. بص يا شيماء، كان كاترين وكانت فريده في النص وشيماء وانجي الشامي كلكم صحيح، وانجي واقفه على اربعه، ايا الشامي سوري واقفه على اربعه وبيغيروا كاترين وانجي بيغيروا مع بعض، وايا بيغيروا مع بعض، ليه التغييره دي؟ كاترين وانجي وايا لا ما كان وايا ايا الشامي ايا الشامي فريد العسقلاني سنتر بلوك وكاترين في الاوبزيت. كانت كاترين ولا كانت شروق المصيره؟ هقول لحضرتك اللي حصل ايه، ان كابتن حمدي الصافي ثبت المركز ده. يعني اول نقطه بس اسالكم يا جماعه، اول نقطه في الشوط الثالث، اول نقطه في الشوط الثالث لو سمحتوا اتفضلي. تمام، هو المفروض ان بتروح شروق في المركز اثنين بس هو كابتن حمدي الصافي خلاها تقف في مركز أربعة وخلى كاترين تروح في مركز اثنين علشان الشوق هو كان عارف ان هيتشاط عليه من مركز أربعة الناحية التانية كويس. فخلى ان كاترين تبقى موجودة في مركز اثنين مع السنتر بلوك فهم هيقفلوا مع بعض كويس جدا وده اللي فعلا حصل، يعني هو زي ما توقع كابتن حمدي ده حصل فعلا. قوة بلوك يعني احنا كنا محتاجين بلوك يبقى عايزين بلوك اعلى من يعني شروق بلوكها كويس بس احنا محتاجين بلوك اعلى من شروق، فهو كابتن حمدي بيشوف ان الناحيه الثانيه الضريبه اللي هتضرب فين فبنعللها البلوك بتاعنا. يسرى غيرنا سهيلة وفي كابتن حمدي غير سهيلة وفي بشروق في الشوط الثالث، شفتي التغييره ازاي؟ انا شفت التغييره ان خلاص كابتن حمدي برضو في لاعبات لازم يعتمد عليهم في المباريات اللي جايه فلازم ينزلهم من النهارده برضو علشان يطمن عليهم وعلى الاداء هيأدوا بأنهي شكل وعشان ما يبقوش يوم كامل ما يلعبوش فيه يعني. فكان لازم ينزل سهيلة النهارده شويه، سهيلة ادت اللي عليها، رفعت بعض الكرات السريعه، طلعت ديفنس قوي. هي كان عمل تغيير الصراحه لما نزل سهيلة، طلع كانت شروق على الشبكه برضو طلع شروق ونزل مكانها ضريبه اللي هي مروه مجدي، وطلع الضريبه اللي هي في الخلف اللي هي ايه الشامي ونزل مكانها صناعه الالعاب سهيلة. وده سببه ايه؟ سببه ان احنا بنحاول نخلي ثلاث هي دي اقف لو سمحت اقف اقف بصي اهي ادي ايه الشامي فين؟ لا اربعه ايه في اربعه ايه وفريده النص وكاترين ماشيه يا عمار لو سمحت
هيحصل تبديله بين ايه وبين كاترين لما شوت هو هي ده أيه. مكانهم اصلا كل واحد بيرجع مكانه ده طبيعي اللي بيحصل ودي تغيير ملعب عشان الاثنين يعرفوا حصل تغيير اقف يا عمار حصل تغيير آية في اثنين أيوة. وكاترين في اربعة هي آية لعبت اثنينات وكاترين لعبت اربعات فالطبيعي ان انا لما باجي بعد الارسال بتلعب كل واحد بيرجع في مكانه يعني ثلاثة قدام ممكن يضربوا من اي حتة من اي مكان مش لازم يضربوا من مكانهم مش مهم يضربوا من مكانهم بس هو ترتيب الدوران لازم يبقى واقفة كده ده الواقفة كده لكن اللي احنا اتكلمنا فيها دي كانت حاجة يعني كانت خطة تكتيكية من كابتن حمدي الصوفي ان انا اثبت شروق في اربعة واخلي كاترين والسنتر بلوك يروحوا يجنحوا ناحية مركز اثنين علشان يقفلوا قدام اللي هيضرب من الناحيه الثانيه في مركز أربعة تعليه للبلوك وان احنا نقفل عليه كويس تعليه بلوك يسرى النهارده ضرب النيجيريا كان بيضربوا شويه على الخط زي ما بيقولوا من لاعبات المنتخب الفريق النيجيري الجمارك هو الحقيقه البلوك بتاعنا في بدايه الشوط الاولاني كان مقفل كويس جدا انا شايفه ان كان عندنا حاجه بس بسيطه قوي عايزه محتاجين ان احنا نظبطها ان احنا السنتر بلوك عندنا لما الفرقه المنافسه لينا بتلعب حاجه اسمها سريع اللي هي الكره القصيره او الكره السريعه بيبقى طالع معاها سنتر بلوك واحد بالرغم ان هي بالناحيه الثانيه بيبقى فيه اثنين ضريبه على الشبكه فلما يبقى فيه اثنين ضريبه على الشبكه يعني معنى كده ان احنا عندنا واحد على الشبكه واقف مرتاح يعني ما معهوش ضريب ما معهوش فرده قدامه فممكن يبقى يخش مع السريع يساند معاه عشان في كذا كوره السنتر بلوك حاول ياخد البلوك وكان بتعدي لوحده هي طبيعي ان احنا لو احنا معانا ثلاثه على الشبكه كل واحد بيمسك اللي قدامه لكن بدل في اثنين ضريبه على الشبكه الناحيه الثانيه فبحاول لعيب اربعه او لعيب اثنين على حسب الكوره لو كوره سي لعيب البصير او لعيب مركز اثنين هو اللي بيساعد السنتر بلوك لو كوره 1 او 2 لعيب مركز اربعه هو اللي بيساعد السنتر بلوك بيقفل معاه الملعب هي حصلت مره واحده وصراحه لما كاترين او ما اعرفش تعليمات كابتن حمدي طلب من كاترين انها تساعد فريده او مريم متولي في انها تاخد السريع تساعدها في السريع وفعلا لما ساعدتها خدت النقطه خدوا نقطه مباشره قفلوا كويس جدا هما الاثنين مع بعض وخدوها ليه لاحظت النهارده برغم الارسالات العظيمه اللي اتعملت لكن في ارسالات كنا احنا بنضيعها سهله يعني لعيبه بتقف على الارسال بتشتغل كويس جدا وفي الاخر تقوم حاطه كره في الشبكه باسلوب يعني والله هو اكيد اي لاعب بيكون على الارسال ما بيكونش قصده خالص ان هو يضيع الارسال او ان هو يحطه في الشبكه هو بيبقى فيه سوء تقدير ليه يا اما ممكن يكون خبط الكوره من فوق فنزلها قوي على الشبكه يا اما خدها من تحت شويه فاضطرت الكوره عدت الناحيه الثانيه في الاوت فممكن يكون طريقه ضرب الكوره نفسها في البدايه كانت غلط او انا ايدي مثلا ما كانتش مظبوطه ايدي ما مالتش الكوره وهو بيلعب الارسال ففي بيبقى كذا حاجة من دي بس يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نعدي وكانت ارسالاتنا النهاردة مميزة جدا 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 لو شفنا الكرة دي مرة تانية لو سمحت عدها لنا عمارة هي قفلوا البلوك مظبوط ولا هي بتطلعها على الشبكة على طول يعني اللعبة فضلي لا هي هو ده هي لعبتها تاتش بلوك هي دي عملتها تاتش بلوك مش هي دي اللي فاتت مش هي دي الكوره اللي حضرتك اتكلمت فيها هي هتعدي سهله جدا دي تاتش بلوك كده تشانس بقى هي ضيعت الكوره في الاوت اصلا هي كانت عايزه تعملها تاتش اوت في مروه هي عملتها تاتش اوكي فهي استغلت ان مروه طلعت طبعا ايه فايه طبعا اطول من مروه فهي استغلت بقى الجزئيه دي بحيث ان هي يعني مروه لسه ممكن ما تكونش متخيله ان هي ممكن تعملها فيها فراحت عملتها تاتش اوت ودي من الكور الذكيه جدا ان احنا دايما لما بيكون مزنوقين او ان احنا الكوره مزنوقه قوي فكل اللي بقدر اعمله ان انا بحاول ان انا اتخلص من الكوره تاتش اوت او يا اما اشوطها في الاوت يا اما المسها في ايد البلوك قدامي وعلى بره على طول. يسرى شفتي النهارده كانت يعني في لعبات اللي هو الناشئات عندنا زي ميار خليفه اعتقد كابتن حمدي النهارده ما دخلهاش في اجواء المباراه. شايفة ده ازاي مع ان كان المباراة ممكن يعني سهلة في الاخر المباراة هو كابتن حمدي الحقيقة الماتشين اللي فاتوا كان بيحاول يبدل كتير بيحاول يلعب الناس كلها بس اعتقد تفكير كابتن حمدي دلوقتي ان هو بيحاول بقى يثبت بيحاول يلعب مثلا في 10 لاعبات هو اللي هيعتمد عليهم المباريات القادمة طبعا وجود ميار ووجود ناشئات في النادي الاهلي ده بيديهم خبرة كفاية انهم يبقوا قريبين ويتفرجوا عن قرب وقاعدين مع اللعيبة اللعيبات الكبار دول فاعتقد ان هو
ان هم مش هيزعلوا ان هم لو ما لعبوش النهارده وما شاركوش هم يكفيهم ان هم ضمن فريق النادي الاهلي اللي بيمثل بطوله افريقيا. لا انا مش بتكلم هم هيزعلوا، بتكلم ان الماتش كان يعني ماشي في اطار ان الاهلي يكسب الشوط الجيم الثالث، فكان ممكن ينزل اللاعبات الصغيرين ياخدوا يكتسبوا خبرات. هل ده ولا انت شايفه ان هو يقدر يثبت التشكيل عشان الماتشات اللي لا كان؟ انا شايفه ان الفريق النيجيري ما ينفعش ان انت تطلع اللاعبات الكبار وتنزل اللاعبات الصغار علشان هم يعني عندهم خبره كبيره جدا، فممكن في اي وقت يطلع السكور. وكابتن حمدي عايز ينهي الدور الاول ان هو يفوز بكل المباريات 3-0، دي اول حاجه. بس وتاني حاجه يعني انا شايفه ان هو برضو ان هو خلاص احنا جينا بقى وقت الجد وقت دور الثمانيه، فكابتن حمدي بيحاول يلعب ويركز اللعيبه اللي هيلعبوا وهم اللي يركزوا وهما اللي ينزلوا. تمام. النهارده شفت في الملعب حركه كثيره بين البصيره شاروق مع الاثنين آية الشامي، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه كاترين او نهله سامح او ساره امين، شفت ازاي التكوين ده؟ هو طبعا النهارده الشروق زي ما احنا قلنا في البدايه ان احنا الشروق بدات تلخلخ البلوك اللي قدامها الناحيه الثانيه بلعب السريع في الاول. سواء تلخلخ هي تخلخل هي تخلخل هي بس هي ايوه مفيش مشكله خالص. فابتدت هي من الاول تعمل كده، فبدا الاطراف بتوعها يبقوا البلوك اللي قدامهم ضعيف او سنجل بلوك زي ما احنا بنقول. فده بالنسبه لها كان المفتاح اللعب اللي هو بالنص علشان تبدا تفتح الاطراف. ده الشوط ان عملت كده فعلا في بدايه الشوط في الشوط الاولاني. حتى الشوط الاولاني هتلاقي فرق سكور كبير خالص 25-10 فيعني ده اداها المساحه الكافيه اللي هي تعمل اللي هي عايزاه. مجرد الاستقبال اتظبط معاها فهي بدات ترفع في النص، فبدا الاطراف عندها يبقوا سنجل بلوك. هو بس الشوط الثاني هو اللي كان فيه دروب شويه. هو الشوط الثاني في بدايته بس اللي هي الاستقبال كام كره الاستقبال وارسالنا برده في الاول ما كانش قوي كويس. انا برده بصمم على الاستقبال والارسال، دول اهم حاجتين في البدايه لغايه اول ما بنظبط دول البدايه بعد كده بتمشي معانا كويس. خبره نهله سامح النهارده فرقه جوه ارض النادي الاهلي جدا. يعني نهله حتى اتعرضت كان قدامها في بلوك عالي جدا في كور من الكور عملتها بمنتهى السهوله، ايزي توب زي ما بيقولوا كده، تبقى نص دايره كده نازله في نص الملعب. هي استغلت ان عندهم نص الملعب كان فاضي ففعلا حطت الكوره في المكان ده، زائد طبعا ارسالاتها هي خبره كبيره جدا وبتعرف ازاي توجه الارسال، وفعلا هي يعني جابت نقاط كتيره جدا جدا بالارسال بتاعها. فلا هي ما شاء الله خبره لا يستهان بيها، بتعرف ازاي يعني بتقرا الملعب اللي قدامها وبتحاول حتى لو هي ما عندهاش قوه ضاربه جامده بس بتحاول تتصرف وان هي تجيب نقطه، ودي اهم حاجه لازم اللعيب يكون عنده مخ. اطوال لعيبه نيجيريا النهارده خلى النادي الاهلي بيقدر يعدي لعيبه النادي الاهلي زي نهله زي كاترين زي ساره امين، يقدروا يعدي الكوره. شايف النادي الاهلي بيلعب على الزاويه اكتر ولا على اللاين اكتر؟ هو تخليص الكوره انا شايفه ان هو في تخليص الكوره النهارده كان شويه في زاويه كتير. يعني احنا كانت حتى كاترين استغلت كتير قوي ان البلوكات مفتوحه في النص، الثلاثه واربعه فاتحين شويه فابتدت تشوط في النص ما بينهم وجبنا فعلا نقط كتيره من بيها. وطبعا في خط يعني برضو كاترين شاطت خط وآية الشامي شاطت خط كتير، وفعلا حتى لو كانوا بيطلعوها كانت بتطلع بايظة. فلا احنا استغلينا الخط كتير قوي وكمان الزاوية ضاربه العظيمه انجي. انا عايزه بس قولي اتفضلي قبل ما اخش على انجي يعني معلش ايوه عشان انجي ما بتتكلمش على ايه، فانا عايزه بس بعض الوقت عشان اتكلم على ايه. لا 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 انا عايز يسرى، ده انا عايز انجي تتكلم على ايه. تخيلي بقى وهي كانت مصممه النهارده قالت انا النهارده هتكلم على ايه. اتفضلي. ايه الشامي لعيبه قويه جدا، انا بحس ان هي وهي بتضرب الكوره كانها في قنبله بتنزل في ارض الملعب ما شاء الله. الحقيقه ما شاء الله ربنا يحميها ويحفظها لمصر وللنادي الاهلي. لعيبه يعني انا شايفه ان هي ان شاء الله تكمل مع النادي الاهلي، بس اعتقد ان يعني من اقرب اللعيبه انها تحترف بره يعني. فيا رب تكمل على مستواها وان شاء الله تفضل دايما القنابل اللي بتحطها في ارض المنافس. مش عايزه تتكلم على انجي دي على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ معلش اعذري بس انا بتلخبط بيك شكل واحد ما شاء الله عليك. لا مش عايز تتكلم على ايه دي بقى؟ هي انا يعني شهادتي دايما بتبقى مجروحه. هي اختي فهي شهادتي مجروحه. لما هم يتكلموا عليها هي هتبقى اوقع من اللي انا اتكلم عليها. لا انا عايزك انت تتكلمي عليها. شفتيها النهارده ازاي في ارض الملعب بصراحه؟ هو او هتقولي لها ايه بعد الماتش؟ هي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني هي لاعبه تفوق اي حاجه ممكن تتقال. ما شاء الله. هي اولا هي يعني هي مجتهده جدا، بتحاول تتمرن كتير جدا، تحسن من نفسها يعني
بطريقه غير طبيعيه بخساره ماتش ده بالنسبه لها كارثه. هتقولي لها ايه بعد مباراه النهارده لما تتكلموا بعض في التليفون؟ هقول لها يعني انا كلمتها قبل ما اجي ركزي واسالها اذا كان فيها حاجه اصابات. لا هي كانت فعلا كانت في قبل البطوله ما تبدا هي كان في مشكله عندها في السمانه برضو وبدات تعمل علاج طبيعي عليها عشان تبدا تنزل الملعب يعني. اي من النوع اللي حتى لو هي عندها اصابه او عندها حاجه بتيجي على نفسها باقصى الحدود عشان تقف مع فرقتها وتقف مع النادي. فهي بتحاول بكل الطرق اللي هي تبقى واقفه سبورت للنادي واقفه سبورت للعيبه بتاعها. فهي ربنا يكرمها يا رب يكرمهم كلهم وطبعا هم كلهم مع بعض ايد واحده طبعا ده اللي هيوصل النادي الاهلي ان شاء الله للبطوله. هزنوا لك يشرف سؤال. انجي ولا ايه في مركز في الاوبزيت صح؟ انتوا الاثنين بتلعبوا اوبزيت؟ لا احنا كنتش بنلعب اوبزيت. اربعه؟ لعبت الاثنين. انا لعبت الاثنين. قولي لي انجي ولا ايه؟ ايه لعيبه ايه وانجي لعيبات مميزات جدا طبعا بس انا لعبت مع انجي اكتر يعني من اكتر البطولات اللي احنا حققناها مع بعض كانت انجي. انجي الحقيقه كانت بتلعب في مركز ثلاثه انا كنت بستمتع بيها وهي في لعيبه مركز ثلاثه. لعيب مركز ثلاثه دايما هو كان بلوك بيعتمد على البلوك. انجي كانت تحس ان هي بتلعب بفن يعني مختلفه شويه عن لعيب ثلاثه هنا عندنا في النادي الاهلي دلوقتي بيعتمدوا على قوتهم وعلى طولهم. لا انجي مش مشكله حتى لو الشبكه فاضيه قدامها ويعني ممكن تحط الكوره بالراحه في المكان الفاضي. فهي كانت بتشوف كويس جدا لكن هما الاثنين طالعين من بيت صراحه رياضي وربنا يخلي والدتها ووالدها اللي هما لعبوهم الكره الطايره وبيشجعوهم واقفين وراهم يعني. هي. عندي نقطه بس معلش اتفضلي عندي نقط كثيره. النهارده الاستقبال انا شايفه ان الاستقبال كان جيد بس كاترين بس في عليها علامه استقبال علامه استفهام كويس. بعض الكرات كاترين مش ما كانتش مظبطه النهارده في الاستقبال ولا في الضرب الخلفي. فلازم كابتن حمدي يعيد تدريبها مره اخرى او يدي لها جرعه زياده في الاستقبال وخصوصا وهي بتضرب من مركز اربعه وفي الضرب الخلفي عشان تقدر تساعد فرقتها في الكور اللي هي بتبقى صعبه انها تترفع قدام. لما شوق ما بتلحقش الكوره لازم برده تاخد جرعه تدريبيه زياده في الضرب الخلفي. بالنسبه للضرب الخلفي برده يا يسرى ايه النهارده اول مره اشوفها تضرب من سته. سته ده من ورا ضرب خلفي. دي اول مره يعني اشوف النهارده ايه بتضرب من سته. هل انت شايفه دي خطه جديده كابتن حمدي بيجرب ايه من ورا تقدر تضرب من سته؟ كده كده ايه بتضرب من واحد بس بالنسبه لها اللي هي تضرب من سته يعني ممكن يكون هو ده عشان يسرى زي ما يسرى قالت اللي كاترين مش موفقه قوي من ورا في سته فممكن تكون ايه ضربت من سته في هو سته ده نص الملعب مظبوط كده نص الملعب اللي وراني يعني عندنا واحد سته خمسه فهي بتضرب من نص الملعب. دي حاجه جديده ممكن كابتن حمدي يكون بيجربها عشان الفرق اللي جايه لنا. خلينا نخرج التقرير مع كابتن حمدي الصافي بعد المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه. الحقيقه المباراه النهارده يعني ابتدى الفريق يدخل في الاجواء البطوله بقى مباراه قويه. فريق نيجيري فريق معقول جدا وعنده ضرب ساحق وعنده بلوكات فالحقيقه هو نجح انه دخلنا في البطوله. الفريق مستواه بيتطور من مباراه لاخرى ان شاء الله الدور الجاي خلاص مفيش اي تهريج خروج المغلوب فالفريق خلاص مركز ان الماتشات الجايه هي المهمه وخروج المغلوب وهيبقى ان شاء الله باذن الله هيبقى في شغل تحضير للمباراه الجايه نشوف بس مين هيبقى الفريق اللي هيلعب معانا الدور الجاي سواء الشمس او فريق السجون نبتدي نعمل الشغل بتاعه والتحليل بتاعه ونحفظ اللعيبه ويبقى بدايه بقى التجهيز ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا اللي قبل النهائي والنهائي. طبعا النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالفوز وبالبطوله، شايف شكل المنافسه ازاي مع تصاعد حده المنافسه وشراستها خصوصا من انديه شمال افريقيا يا كابتن؟ كل ما المباريات الادوار هتعدي هتلاقي المستوى بيعلى جدا وهتلاقي منافسه شديده جدا، عندنا اكتر تقريبا من ست فرق دلوقتي عندها حظوظ ان هي تحرز البطوله. عندنا فريق التونسي كويس جدا، فريق الجزائر، فريقين كينيا وفريق الاهلي وبالاضافه للفرق المصريه الاخرى. لا مستوى البطوله عالي وان شاء الله هنشوف مباريات قويه في الدور الجاي. جماهير النادي الاهلي مسانده مؤازره دعم زي ما احنا سامعين، رساله توجهها ليهم. جمهور الاهلي ده قصه ثانيه خالص. اول ما بيجي جمهور الاهلي في الصاله بنبقى متوقعين ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا لان الدعم الجماهيري مهم جدا لينا وخاصه جمهور الاهلي ما بيهداش طول المباراه متعودين دايما منه الدعم ومنتظرين منه الدعم في الماتشات الجايه ان شاء الله. مبروك الفوز وان شاء الله الفوز بالبطوله باذن الله. ان شاء الله شكرا شكرا. طبعا الله يبارك فيك. في الاول مجموعه كانت الحمد لله اول ماتشين كانوا مش صعبين، النهارده كان ماتش متوسط يقدر يدخلنا اكتر في البطوله.
المجموعه كانت تدريجيه، اول ماتش اسهل اللي بعده اصعب، النهارده الحمد لله كان اصعب مباراه، كسبنا الحمد لله، ادينا باداء كويس، وان شاء الله نقدر على دور الثمانيه ان شاء الله نكون دخلنا في فورمه البطوله. شايفه شكل المنافسه ازاي مع تصاعد حده المنافسه خصوصا من انديه شمال افريقيا؟ طبعا العرب يعني فرق متميزه، بيكون طريقه لعبنا واحده، فده بيكون اصعب من فرق افريقيا، يعني فرق افريقيا بيكون معتمد اكتر على الباور، انما في العرب بيكون دماغ ويعني تفكيرهم احسن، فان شاء الله نقدر يعني الاول نعدي دور الثمانيه وان شاء الله نكسب بطوله. جماهير النادي الاهلي اللي بتشجعكم وبتأذركم دي وسامعين صوتهم، تقول لهم ايه؟ طبعا احنا بشكر الجماهير جدا، من اول البطوله هم مصممين ان هم يجوا يحضروا، وفي ناس كتير قوي بتبقى واقفه بره على الباب عايزين يحضروا، ومجلس الاداره وعدنا ان احنا ان شاء الله ماتش بماتش الجماهير هتزيد وهيملوا المدرج ان شاء الله. لعبتنا المتالقه مريم متولي، مبروك الفوز وبالتوفيق وان شاء الله الفوز بالبطوله. ميرسي، ربنا يخليك ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، الحمد لله ده تالت فوز وقدرنا نتصدى بيه المجموعه، وان شاء الله بعد كده الماتشات هتكون اصعب بكثير من دلوقتي، من دلوقتي ابتدينا خلاص نسينا الماتشات اللي فاتت، هنبتدي ننجز في دور الثمانيه، اعتقد ان احنا هنلاعب الشمس، متهيألي كان الماتش في نفس وقت ماتشنا، بس النتيجه يعني وصلت لنا واحنا فزت الماتش، ان شاء الله هنبتدي نشتغل على فريق الشمس من النهارده، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي بالبطوله ان شاء الله. هاخد من كلامك رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي كان بيساندكم بيدعمكم بيأذركم النهارده، تشجيع غير طبيعي النهارده. النهارده الحمد لله كان ازيد من الايام اللي فاتت، ده يعني زي رساله منهم بتطمنا ان هم ان شاء الله في الماتشات الاصعب هيكونوا معانا كمان، واتمنى ان شاء الله يعني الصاله تكون مليانه من الادوار الجايه عشان خلاص بعد كده الماتشات هتكون كلها صعبه يعني. ببارك لك على الفوز مره ثانيه وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله والفوز بالبطوله. الله يبارك فيك، شكرا. كده ازاي؟ الحمد لله طبعا على مكسبنا النهارده وان احنا طلعنا اول مجموعه، ده يعني خلينا نلعب فرقه اقل شويه من الاقوى يعني، بس احنا هنلعب دلوقتي في طلع فريق الشمس صعد يعني، ففريق الشمس طول عمره هو المنافس لينا حتى في الدوري، فهي مباراه مش هتبقى سهله خالص، خصوصا ان هو في ناس معاه كويسين قوي ولاعيبه كلها في منتخب وكده، فاحنا ان شاء الله هنركز كويس قوي من بكره خلاص على الدور الثمانيه، وان شاء الله يعني نقدر نفوز عليهم ونتاهل لدور الاربعه ان شاء الله. شايفة جمهور النادي الأهلي دايما هو الترمومتر للفرقة، دايما مع تشجيع جمهور النادي الأهلي دايما أداء الفرقة بيتحسن، دايما أداء الفرقة في تصاعد، رسالة توجهها لجمهور النادي الأهلي اللي كان بيساندكم بيدعمكم بيأذركم النهارده؟ أتمنى طبعا إن هو يكمل معانا لغاية آخر البطولة، لأن هو حتى إحنا لما في المستوى بنقل شوية مجرد بس اللي هو الجمهور بيبتدي يشجعنا ويكلمنا بنبتدي نفوق على طول من غير أي حاجة، من غير ما نحس حتى بنلاقينا إحنا ابتدينا نلعب تاني، فأتمنى طبعا اللي هو يرجع يعني يكمل معانا لغاية آخر البطولة إن شاء الله، وإن شاء الله نفرحه في الآخر إن شاء الله. على الفوز مره ثانيه وبالتوفيق ان شاء الله والفوز بالبطوله. شجعيه وتاني حاجه مواجهه النادي الاهلي بشكل عام، النادي الاهلي المرشح الاول للقب، شايفه المواجهه ازاي؟ بص، اللعب مع النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي طبعا شيء خيالي بالنسبه للاعبين اصلا، هنحاول ان احنا نقدم مباراه كويسه تليق بدور الثمانيه، والفريق اللي هيبقى كويس هيكسب طبعا، انا انتمائي اهلاوي بس ما اقدرش ما اخدمش الفريق اللي بمثله كويس، بس ان شاء الله يبقى ماتش كويس واللي يلعب بيكسب ان شاء الله. زي ما شفنا لقاءات بعد المباراه وبعد فوز النادي الاهلي وبعد فوز نادي الشمس والمقابله المرتقبه يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 8 على صاله النادي الاهلي، هنتكلم عليها كلام كتير لان فعلا وجود تهاني توسن على الجهاز الفني لنادي الشمس ولعبها جوه صاله الاهلي يعني بعد ما كانت بتحقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، لازم نعرف الموقف هنشوفه ازاي وكابتن حمدي الصافي هيقدر يتعامل مع هذا الموضوع ازاي، لكن خلينا نتكلم على مباريات النهارده بين الاهلي والجمارك النيجيري. كابتن شيماء، شفت تغييرات كتيره في ارض الملعب كابتن حمدي الصافي بيعملها النهارده؟ هو كابتن حمدي الصافي في الشوط الثالث عمل تغييره ذكيه جدا، احنا المفروض على الشبكه كانت كابتن ايال شامي وكان المفروض على الارسال شروق. كويس. فهو عمل دلوقتي شروق ورا، فهو عمل هو العكس، سوري، هو شروق اللي كانت قدام وايال شامي اللي كانت ورا على الارسال، فراح منزل مكان شروق مروه مجدي وخلى سهيلة وفيق مكان ايه على الارسال ورا. ده علشان يطول شويه الدفاع من عندنا كبلوكات عاليه، بدل ما تبقى فيه حد قصير او كانت شروق المفروض ان هي تبقى قصيره قدام، فهو بدل على اساس ان مروه مجدي تكون موجوده على الاطراف في مركز اثنين، فيكون البلوك عالي، فبالتالي نقدر نكسب ثلاثة بوزيشنز او ثلاث اماكن جديده نفضل محافظين على البلوك قدام. تمام. والهجوم كمان يا كابتن. ايه يا انجي؟ والهجوم كمان.
الهجوم اكيد الهجوم طبعا. الهجوم بتاعنا بنهاجم بثلاثه على طول على الشبكه يعني لما نغير باسير مع ضريب فاحنا الثلاثه اللي قدام على طول بيهاجموا بيشوطوا ضريبه ثلاثه ضريبه بالظبط كده. احنا مزودنا الضريب زياده لما طلعنا الباسير ونزلنا ضريب قدام تمام وحطينا الباسير بتاعنا ورا وهو اللي بيبتدي يرفع مفيش مشكله. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا مع كابتن ايجي الشامي وكابتن شيماء علول في 10 حالات هنتكلم عليهم النهارده في المباراه هم اللي بيلخصوا اداء فريق الاهلي في المباراه. النهارده بنعمل حاجه جديده مع المحللين عندنا بنقول لكابتن شيماء وكابتن انجي النهارده هيقفوا على الوول وهيشرحوا 10 حالات هيلخصوا تقريبا مباراه الاهلي والجمارك النيجيري هم اختاروها هيشرحوها للجمهور النادي الاهلي علشان نشوف قوه النادي الاهلي بتبقى فين او نقط الضعف شويه في الجمارك النيجيري حصل ايه او نقط الضعف في النادي الاهلي حصل ايه. معاكم الميكروفون اتفضلي يا كابتن شيماء اتفضلي يا كابتن انجي ابتدي اشرحوا لنا الحالات اللي معاكم اول حاله لو سمحت عماره عشان اتفضل اتفضلي يا كابتن انجي. هو احنا لا عايز تعلي صوتك بقى. احنا النهارده في دلوقتي الشروق زي ما احنا قلنا في الاول الاستوديو الاستقبال بتاعنا كان مظبوط جدا الكره مرفوعه بشكل حلو جدا وفريده فعلا ضربتها في الزاويه المظبوطه بالنسبه لنا دي نقطه قوه بالنسبه لنا كويسه جدا الضرب السريع في هل انت شايفه ده الضرب السريع اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط كده كويس. ده ادي اول كوره من الكور الواضحه جدا بالنسبه لنا اللي الضرب فيها فريده داخله مظبوط جدا ورفع مظبوطه وخلصت كوره مباشره على طول. استقبال اتفضلي اللعب ده بيتنفذ لما الاستقبال بيبقى مظبوط على ايد الباسير فهي مريم النهارده كانت موفقه جدا في الاستقبال. في نوعين من اللعب السريع اللي هو الوان وفي حاجه ثانيه اسمها سي الضريب السريع يفتح شويه فهي لعبوه النهارده. يلا بينا عماره نخش على الحاله الثانيه لو سمحت. اتفضلي يا كابتن شيماء. ده ارسال من شروق. دي حتى دي الكره دي كانت مقطومه شويه من شروق ايه بس ايه قدرت تخلصها تشوطها في الخط. يلا شيماء اتفضلي. هي هنا كاترين استغلت ان البلوك ما كانش مقافل كويس فشاطت ما بين البلوك فهي هي هنا اتكملت وبعدين هتبتدي تترفع هنا ادي هنا بدايتها ايه كانت هم عدوها بصعوبه بس قدروا يجيبوها ادي بقى الهجوم من كاترين استغلت ان الزاويه كانت مفتوحه فما قدرتش اللاعبه في مركز خمسه ان هي تجيب الكوره فطلعت من ايديها اوت. شايفه طالعه ازاي هي في الهواء واخده الاتجاه دي تالت حاله. اتفضلي يا كابتن انجي. حاله برضو كانت شروق هي اللي كانت على الارسال دي اللي احنا وضرب صعب اعتقد من ايه الشامي اتفضلي يا كابتن انجي. دي اللي انا كنت بقول عليها اللي شروق الكره مقطومه من شروق وايه حاولت اللي هي تخلصها في الخط برضو عشان كانت شايفه ان البلوك الخط مش طالع كويس او هي البنت ما كانتش لاحقه تطلع في البلوك الخط بس في نقطه عايز اقولها لك برضو كانت فريده العسقلاني عملت بلوك لمت كويس مع كاترين اعتقد في الجنب عند مركز اربعه عيدها لي يا عماره اسمع اي بالظبط وهي جايه البلوك اهي وهي جايه تشوط احنا هنا طالعين الدبل بلوك بتاعنا كويس عشان كده الديفنس بالنسبه لنا طلع كويس قدرنا الشوط تاخد الكوره وتضرب في الايه تضربها وتخلص. شايفه ان هي كوره مظبوطه للنادي الاهلي مظبوطه بس بغض النظر ان الشروق المفروض تشد الكوره شويه عشان تبقى اريح للاعيبه اثنين اللي هي تتضرب يضربها اسهل من كده يعني معلش برضه عايز يعني ايه شدت الكوره دي كوره مقطومه فايه بالنسبه لها اللي هي عدل دراعها مش مظبوطه فهي كانت المفروض تتشد الكوره شويه عشان ايه تاخدها على الخط صريح. نخش على الحاله بعديها عماره اسمح كاترين هنا على الارسال بتاعنا وبتعمل ارسال لي على فريق الجمارك النيجيري. اتفضلي يا كابتن شيماء. هو طبعا هو بدايه كاترين في الارسال ان هي وجهت الكوره فالكوره ما طلعتش في الاستقبال كويس بس هي هنا هنا كمان ايه شاطت خط ايه شاطت خط لان هي كانت شايفه ان الليبرو مقدم شويه فشاطت خط فالليبرو كان مش يعني جسمه ما كانش للملعب كويس فطلعت اوت. بس عايزك تبصي حصل دربكه في فرقه الاهلي بعد الكوره دي يعني الكوره اتشاطت وحصلت دربكه في فرقه الاهلي.
يمكن هنا هي دي على الكره دي بالذات. ايوه الشروق مأخرة شوية والكرة لما اتحطت ايزي طب هنا الشروق مأخرة. لا دي نهلة ما شاء الله. استقتال على الكورة. لا نهلة. لا الشروق الأول هي اللي جابتها. تمام. في نهلة سامح، شايفة نهلة سامح بتستقتل ازاي على الكورة؟ هي خبرة أعتقد النادي الأهلي في نهلة سامح. قتالية. وضربة. قتالية. نخش على الحالة اللي بعديها. ده بالنسبة للاستقبال، الاستقبال بتاعنا طالما استقبالنا ما اتظبطش. فالكرة بتاعتنا ما عرفناش نخلصها، الكرة باوت اوف سيستم، فالاوت اوف سيستم طبعا بالنسبة لنا بتبقى اصعب على الضريب. يعني شايفة ان الاستقبال بتاعنا في الحتة دي هو ما كانش الاستقبال المظبوط. يعني هي واضحة جدا ايه. فعلا. لما ما اتظبطتش في اوت اوف سيستم فبالتالي الكرة ما تشوفهاش. يسرى هو البصير هنا ما يقدرش يروح ياخد الكرة. يعني نهلة سامح استعملت بصير، هي اتعملت بصير نهلة سامح اهي. لا هي شو كانت يعني طلع، كانت ورا وطلع فهي ما قدرتش تغير اتجاه جسمها بسرعه. بس هي الكوره يعني لو هي الاستقبال بيبقى بايظ ممكن اي ضريب من اي مستقبل من ورا يقول رايت ويقوم معلي الكوره. بس هم المفروض لما يجوا يعلوا الكوره بقى يعلوها لمركز اربعه، ما يعلوش لحد قافل عليه اللي مش شايف كويس، الكوره جايه له من ورا مش شايفها. فلازم كانوا يعلوها في مركز اربعه عشان تتشاط. هاي نروح للحاله اللي بعديها او في مركز اثنين. تمام. ده ارسال صح ده من نيجيريا ولا ايه؟ اهو. هنا طبعا هنا طبعا احنا كان طالع عندنا بلوك من أربعة وتلاتة. بس احنا دايما معروف لما بنكون مقفلين خط وبيبقى عندي دبل بلوك. فالمفروض ان الليبرو يقدم، هو احنا بقى في الكرة الجاية دي يعني احنا عندنا اهو تلاتة واربعة الحتة الفاضية اللي في النص اللي دخلت فيها مريم. المفروض مريم كانت تبقى مقربة اكتر من كده مقدمة، لان دايما وانس ان انا مش شايفة الكورة من البلوك ما قدامهمش حاجة غير ان هم هيلعبوها تاتش اوت يا اما هينزلوها بليس في اي مكان. شايفة البليس اللي اتضرب ده كان لازم حد يلم تحت هي مريم، بس كانت محتاجة تطلع خطوة قدام صح؟ قدام شوية عشان حتى كانت تلحقها على الاقل. بس هي الحته دي وخصوصا ان احنا الدبل بلوك بتاعنا عالي، يعني احنا الدبل بلوك بتاعنا احنا الطرف بتاعنا عالي جدا، فاحنا المفروض كنا نقدم شويه عشان مستحيل الكره تتضرب مباشره في الخط. يعني قصدك لو الدبل بلوك بتاعنا مدام عالي يبقى مستحيل يتضرب في اي حته غير بليس. صعب جدا صعب جدا انها تتضرب من ايه وفريده، الاثنين بلوكات ما شاء الله عاليين. فاحنا بالنسبه لنا الخط اتقفل كويس جدا، فالمفروض ان مريم كانت تقدم شويه عشان الكره اللي هي تمام. بعديه عماره، دي مريم متولي على السيرف صح؟ مريم ارسالها مميز جدا الحقيقه. في دربكه برضو، في دربكه. هاتها من الاول وكابتن شيماء اتفضلي. هي دي الدربكه اللي بيقول عليها، اعتقد دي الشوط الثاني. اتفضلي يا كابتن شيماء. دي اللي كانت احنا هنا في الجزئيه دي، هي رفعت هنا. دي اللي كانت يسرى بتتكلم عليها ان هم كانوا بيزقوا شويه السريع بتاعهم. فكان عندنا السنتر بلوك بيطلع لوحده كويس، وهنلاقي حتى ان كاترين ما طلعتش ما ساعدتش في هي اللي جايه. اللي جايه دي هي كاترين سابت فريده تطلع لوحدها وحاولت حتى ما غطتش، يعني هي ما اتحركتش من مكانها. فبديهي جدا بس. ان بس شيماء مريم متولي اعتقد هي اللي هناك يعني واقفه. بصي المفروض هي في الاستقبال بتاعها كانت تستقبل احسن من كده عشان تطلع الكوره في الديفنس بتاعها. بس هي الكوره بتبقى سريعه غير لما الواحد بيتكلم. يعني طبعا معلش. لما بيكون في شوط سريع وبعدين طالع له بلوك واحد فهو عنده الزاويه قدامه مفتوحه وما فيش حد ساعد. كاترين ما دخلتش ساعدت مع فريده العسقلاني. يعني احنا هنا لو هنا كاترين كانت نزلت ورا شويه كان هيبقوا اثنين ديفنس مش واحده بس، يعني مش هتبقى مريم متولي بس اللي في الديفنس، كانت كاترين كمان برضو الملعب. يعني زي ما نزلت في دي كان هي نزلت في الاولانيه والثانيه هتلاقي حضرتك نزلتش فيها، هي خلاص طلعت بره. خلاص هي بره فهي خلاص. بقت بواحده بس بدل ما بعد ما كنا احنا اثنين. هسألك سؤال، هل كاترين كانت لازم تلم هنا مع فريده عسقلي؟ كانت لازم تلم معاها لعبها اخر حته بالظبط. أيوة يا عماره يا اما تطلع بلوك ترجع ديفنس ترجع تغطي ورا. بص احنا شايفين دلوقتي كان في البصير كان على الشبكه، فمعنى كده ان في اثنين ضريبه على الشبكه كويس. فلما يبقى في اثنين ضريبه على الشبكه يبقى المفروض بتاع اربعه بيجي يساعد مع لعيب ثلاثه اللي هي كاترين كانت لازم تلم مع تخش تساعدها، وهي عملتها بعد كده وساعدتها. وبعدين انا بلاحظ حاجه. اتفضلي يا يسرى. والله
انا بلاحظ كمان ان في فرق بتستغل لما بيكون السنتر بلوك بيبقى ورا في خمسة بيحاولوا يعملوا الكور الغلسة. هو دايما السنتر بلوك مش معروف عنه عشان ما شاء الله طول القامة فالدفاع من اسفل بيبقى بالنسبة لهم في مشكلة ان هو ينزل قوي لتحت يطلع الكورة. تمام. فهم ممكن يكونوا كمان استغلوا حتة الحتة دي، ما فيش ليبرو في النقطة دي. تمام. الحالة بعديها عمارة. ارسال استقبال دي كره نموذجيه، يعني دي الكره النموذجيه اللي احنا بنقول عليها، او احنا لو مشينا بنفس السيستم ده بالنسبه لنا كل الماتش هيبقى ايزي. كل الاستقبال نموذجي، الرفع نموذجيه، الكره خلصانه. ما يعني مريم شروق ضرب من فريد عسقلاني نقطه صريحه. اي فعلا هي. مريم استقبال عظيم ومريحه، ما فيهاش اي حاجه يعني، الباستيره حتى ما اتحركتش خطوه لقدام. لا يعني دي الكرة النموذجية اللي احنا بنتكلم عليها يعني. واعتقد لعيب رقم مركز 3 بيبقى مبسوط جدا بالكرة دي، بيبقى حاسس ان هو طلع غله كله فيها. بس يعني يا كابتن خالد معلش انا ليه تعليق، انا نفسي يبقى في تنويع في الضرب السريع شوية. يعني مش كل 1-1-1 حتى لو بيخلص لازم اعمل خلل شوية في اللي قدامي، في البلوك اللي قدامي لازم ادخل وان ليج. يعني مريم متولي عمليتها النهارده مره واحده. لكن فريده امكانياتها الجسمانيه والمهاريه بتؤهلها انها تشوت الوان ليج دي، فلما الوان ليج دي يعني بتاخد خطبات ومن ورا الباسير وبتسحب معاها اثنين بلوك، فلازم شروق تعملها كتير الماتشات اللي جايه مع السي والوان، لازم نغير في اداء السريع شويه. نخش على بعده عماره، اتفضل. فريده عسقلاني هي اللي بتضرب السيرف. تمام. ده سيرف ايه؟ ده نقطة مباشرة. ده اللي احنا زي ما احنا بنقول يا كابتن، طول ما السيرف بتاعنا قوي الاستقبال الناحية التانية خلاص كده. احنا نقطة مباشرة لينا على طول. دي أسهل نقطة ممكن ناخدها في الجيم. بالظبط كده. تمام. ده سيرف بنقطة مباشرة اللي بعديها عمارة لو سمحت. مري متولي على السيرف. ده الدبل بلوك اللي احنا كنا بنتكلم فيه. دي الفرق بينهم. جت قفلت معاها. دي لما جت لعبت سنتر بلوك تطلع لها الدبل بلوك اللي احنا بنتكلم فيه، فالشبكه بالنسبه لنا بقت مقفوله. بس هنا يعني بقى لو لاحظ كمان شروق ما وصلتش اصلا ان هي تقفل على الشبكه. عشان كده كمان عملت تاتش في شروق في الاوت في اخر النقطه دي خالص. بص حضرتك. شروق ايديها ما كانتش جوه، المفروض ان انا لما بكون داخل طالعه من اتنين لازم ايدي تبقى جوه علشان لو ضربت الكرة هتدخل جوه الملعب. تنزل في ارضها. هي كانت عامله ايديها كده فخرجت. خرجت لبره. اللي بعديها عمارة. دي الكوره اللي انا كنت بتكلم فيها. هتعلق على دي يا والله إيه؟ دي اصل انا من الحاجات اللي انا بحبها جدا الحاجات دي. اللي هي الكوره فيها ذكاء مش لازم قوه، انا بتكلم في كده. اللي احنا لعبه الفولي فيها لعبه مهاريه شويه. ما ينفعش ان انا اتعامل بكله في الكفولي كقوه. فدي الكوره دي بابسط الحاجات جابت نقطه بكل بساطه، يعني هي ايزي توب في نص الملعب، ملعب فاضي خالص، فهي المساحه اللي ورا البلوك مساحه فاضيه هي شغاله. بس مش فيها فانا بس. مش لازم اطلع اضرب الكوره جامد، ممكن هيطلعها لي ديفنس، ممكن بكل سهوله يطلعها لي ديفنس، لكن كوره زي دي ما خلاص خلصت يعني. حلو. اللي بعده نقطة مباشرة صريحة. صح يا شيماء؟ هو ده المكان الصح، يعني هي اتلعبت في مكان فاضي. هي لو ليه؟ لو عدناها هنعيدها. هو هنا المفروض ان الباسير طالع من ورا. وهو في المكان ده دايما بيبقى رخم لو اتلعبت الكره قصيره قدام. كويس. لان بيبقى اللعيب اللي واقف في مركز واحد واللي واقف في مركز ستة مش عارف مين فيهم اللي يخش، لان الباسير بيبقى طالع من الجنب. فهي وكانت هم كمان يعني مأخرين لورا وسايبين الملعب قدام شويه، فالحمد لله جبنا بيها نقطه مباشره. اللي بعده البلوك عندنا ايه؟ قفل كل حاجه. هو ما هي الدبل بلوك اللي احنا اتكلمنا فيه. سهيله كانت لازم تعدل جسمها وهي بترفع. هنجي لك حالا يا كابتن يوسف، بس هي نقطه طويله شويه لينا. اتفضلي يا شيماء. هو هنا كاترين استغلت ان الباسير هنا قصير وشطت من فوقيه يعتبر. ايديها مفتوحه هي
برضه يعني لو رجعنا سنه بص ايديها في البلوك بتاعت نيجيريا واحده جوه ايديها كويس السنتر بلوك والباسير ما لحقتش اصلا تعمل اي حاجه فهي استغلت قصر كمان قصر قامت الباسير في الفريق النيجيري وشاطت من فوقيه. تمام نروح لاخر حاله النهارده. الكوره كانت مقطومه. اه ايه؟ بلوك نموذجيه. هو ده مسك الختام زي ما بيقول. دي بلوك نموذجيه. بلوك ولا احسن ولا اروع من كده؟ قولي يا اسره عايز تقولي ايه؟ عايزه اقول ان الكوره كانت مقطومه يعني مش واصله لحد العصايه. فايه الشامي قامت واخده خطوه جانبيه عشان توصل للكوره ووقفت فريده فالكوره بقت في وسط ايديهم هما الاثنين. في بقى بعض اللاعبات لما الكوره تبقى مقطومه تفضل هي واقفه عند العصايه برده فالكوره مقطومه متشاط عشان بتاع ثلاثه هيبقى فاتح مساحه اكبر فالكوره تتشاط في الملعب، لكن دي خبره لعيبه وقرايه ملعب الناحيه الثانيه، هم مركزين. انا يعني لازم نشكر انجي وشيماء على اللي عملوه، هم اللي مختارين الحالات دي كلها، بشكركم دايما معاكم كل مره، هنطلع على الول ونتكلم. ان شاء الله. هنطلع لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه لاخر جزء في الاستديو التحليلي. رجعتوا لنا مرة تانية في الجزء الأخير من استوديو التحليل النهاردة لمباراة الأهلي والجمارك النيجيري، بشكر تاني مرة كابتن إنجي الشامي وبشكر كابتن شيماء عادل على اختياراتهم النهاردة للنقط اللي موجودة جوه مباراة الأهلي والجمارك النيجيري. خلينا نتكلم على المباراة المهمة والمرتقبة بين النادي الأهلي والشمس في المرحلة اللي جاية. كابتن إنجي المباراة اللي فاتت نرجع شويه للزمن وكنت بتلعبي مباراه الاهلي والشمس في سيمي فاينال بطوله افريقيا والنادي الاهلي خسر الماتش ده، شايفه المقابله دي ازاي وشايفه اللي فاتت كانت ازاي؟ هو طبعا المقابله دي يعني او المباراه دي هتبقى الى حد ما فيها طبعا لعب، فرقه الشمس فرقه كويسه، كابتن تهاني مدربه عظيمه طبعا ما يختلفش عليها اثنين كتدريب او ككوتش. هي الفكره كلها بس في الاهلي لازم يبقى مركز شويه. احنا البطوله اللي فاتت يمكن الشمس كان في بعض الحظوظ عنده في حاجات معينه، كانت طبعا كابتن يسرى كانت بتلعب هناك وكان معاها برده اثنين من ابرز النجوم ندى معوض ونوره معوض وساره امين كانت لسه موجوده، فكانت الفرقه هناك كانت قويه جدا. وطبعا كابتن يسرى يعني انا مش قادر اقول لحضرتك قد ايه هي فرقت مع الشمس تقريبا يعني فوق ال 90%. تمام بصي مش هنتكلم على كابتن يسرى عبد الكريم كتير لان كابتن يسرى اهلاويه 100% فمش عايزين نتكلم اكتر، لكن هنخرج بتليفون كابتنهم وكابتن مصر والكابتن التاريخي لكره الطايره في مصر كابتن تهاني توسن والمدير الفني لنادي الشمس. كابتن تهاني مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، مساء النور على ببارك لك اللي معاك في الاستوديو معايا كابتن يسرى وكابتن انجي وكابتن شيماء حبيبتي يا توتو ثلاثه مصر ربنا يخليهم. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. فرحانين لك جدا الثلاثه، فرحانين بيهتموا بالمباراه كلنا بصراحه، فرحانين لكابتن تهاني توسن، لكن المقابله الجايه امام ناديكي اللي كنت كابتن النادي الاهلي وعلى ارض النادي الاهلي وجوه صاله النادي الاهلي، ازاي كابتن تهاني توسن نفسها هتقدر تقف في المباراه دي بصراحه؟ والله الموقف صعب قوي يا كابتن خالد، خصوصا في وجودي داخل صاله النادي الاهلي اللي ياما لعبت اسم النادي الاهلي فيها. دي حقيقه. بالنسبه للعيبه طبعا حلم انهم يلعبوا في صاله النادي الاهلي قدام جمهور النادي الاهلي، نتمنى ان الماتش يبقى حلو ويليق بدور الثمانيه لبطوله افريقيا وان شاء الله يبقى ماتش كويس يعني. بصراحه شديده شايفه حظوظ نادي الشمس في المباراه دي ايه بخبره لعيبه الاهلي بتقل لعيبه الاهلي، وانا عارف ان كابتن تهاني توسن عامله جيل كويس جدا من ناشئات نادي الشمس. والله احنا عندنا المتوسط الاعمار حوالي 19 سنه 18 سنه، احنا بنبني فرقه جديده في نادي الشمس، حظوظ النادي الاهلي طبعا بنسبه اعلى، لكن طبعا الملعب هو الفيصل وربنا يوفق الفريق المجتهد يعني. كابتن تهاني ببارك لك وبقول لك الف مبروك من قلبي لان انت كابتن التاريخي ونجمه مصر التاريخيه في الكره الطايره، بشكرك بتمنى لك التوفيق لكن مش قدام النادي الاهلي بصراحه. كابتن تهاني بشكرك شكرا جزيلا. وقوف تهاني توسن في ارض الملعب انا مستغربه بصراحه، هي قالت كلمه مهمه، قالت انا ياما كسبت بطولات في ارض النادي وهي كابتن النادي الاهلي، ازاي حاسه ازاي تقف قدام الجمهور ده وتهاني توسن تقف قدام النادي الاهلي؟
والله هي توتو بحس دايما ان هي ما بين نارين يعني ما بين حبها وعشقها للنادي الاهلي وان هي كانت لعيبه في النادي الاهلي وما بين شغلها يعني شغل فان شاء الله تأدي ماتش كويس بس ان شاء الله برضو الاهلي يكسب باذن الله مع يعني سوري يا توتو بس يعني حبيبتي برضو بس يعني الاهلي ان شاء الله يوصل نعم. شايفه الماتش ازاي وعايزك تكوني هاديه من الماتش وتخشي على النادي الاهلي في دور الثمانيه النجمه العاشره مستنياهم ان شاء الله باذن الله وكل جماهير الاهلي بتتمناها شايفه مباراه الاهلي والشمس ازاي؟ انا شايفه صعوبه المباراه دي بتبقى موجوده علشان خاطر الفرقتين حافظين بعض كويس جدا اللعيبه بيلعبوا مع بعض في منتخب مصر اللعيبه لعبوا مع بعض في الدوري وفي كاس مصر قبل كده ولعبوا مع بعض في بطولات افريقيا فهتلاقي ان المدربين حافظين بعض فهتلاقي ان الماتش يعني بنطالب جمهور النادي الاهلي بالحضور يوم الماتش لمؤازره الفريق ان شاء الله هنبقى هادين ان شاء الله كابتن حمدي هيدرس الفرقه المنافسه كويس هيدرس المدير الفني الناحيه الثانيه بيفكر ازاي وهم حافظين بعض بس في الاخر امنياتنا ان المباراه تخرج وتليق بالمستوى اللي وصل فيه مصر في كره الطايره النسائيه وان شاء الله نتمنى ان الماتش يبقى ان الجماهير كلها تستمتع بيه يعني نتمناها أهلاوية مباراة مهمة ومباراة قوية بين الأهلي والشمس في دور الثمانية في البطولة الأفريقية النجمة العاشرة في الطريق بإذن الله ده طريق للنجمة العاشرة للنادي الأهلي لكرة الطائرة سيدات نتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي وكابتن حمدي الصافي إن شاء الله مباراة قوية مباراة مهمة في دور الثمانية كابتن تهاني اعذرينا إحنا كلنا أهلاوية بنشجع النادي الأهلي بقلب وإن شاء الله في المرحلة اللي جاية نتمنى النادي الشمس التوفيق لكن الله اعلم ايه اللي هيحصل يوم الجمعه نتمنى التركيز الكامل من اللاعبات ما ننساش ان احنا قبل كده نادي الشمس لعبنا بنجمات كتيره وقدروا يجتازوا او قدروا يخرجوا النادي الاهلي من سيمي فاينل بطوله افريقيا قبل كده من سنتين ثلاثه لكن باذن الله النادي الاهلي يكون متواجد خلينا نشوف لقاءات يوم الجمعه ودور الثمانيه وصلوا ايه قدامنا على الشاشه الاهلي والشمس دي اول مباراه والمجمع البترولي الجزائري الجمارك النيجيري كابتن شيماء شايف المباراه بين المجمع البترولي الجزائري والجمارك النيجيري والله انا اعتقد ان كفه المجمع البترول الجزائري هو اللي اعلى حاسه ان هم هيحققوا المفاجاه الرابعه ليهم ويكسبوهم ويكسبوه عندي احساس كده انا حاسه ان الفرقه دي بتطلع شويه شويه عامله زي الغول كده وربنا يستر ربنا يستر خلينا نروح للماتش الثالث في دور الثمانيه الاهلي والشمس الجمارك والمجمع البترولي الماتش الثالث معانا باذن الله بين قرطاج التونسي وفاب الكاميروني كابتن انجي شايفه قرطاج التونسي وفاب الكاميروني المباراه شكلها ايه؟ انا شايفه ان شاء الله يعني للقرطاج هتكسب فاب كاميروني عشان قرطاج فرقه من الفرق الثقيله كتفكير وانا شايفه ان هم ماشيين كويس جدا ففاب برضو عندهم قوه شويه عن قرطاج ماتش هيبقى فيه لعب شويه بس انا اعتقد ان هو قرطاج هيكسب 3-1 قرطاج هيكسب ده كابتن انجي الشامي لكن انا بقول لكم الرياضه ما فيهاش مستحيل فاب الكاميروني ممكن يحقق المفاجاه ويخرج قرطاج التونسي من دور الثمانيه نروح لاخر مباراه النهارده او اخر مباراه في دور الثمانيه عفوا بين الانابيب الكيني ونادي سبورتنج المصري اللي وصل لدور الثمانيه يبقى كده ثلاث فرق مصريه وصلوا دور الثمانيه كابتن يسرى شايفه مقابله الانابيب الكيني مع نادي سبورتنج المصري ازاي في دور الثمانيه انا شايفه ان طموح نادي سبورتنج هيعلى قوي بالذات ان هو طلع بطل افريقيا سابقا البنك التجاري من البطوله وقدر ان هو يهزمه يعني والنهارده فريق الشمس كسب السجون الكيني فاعتقد ان الرهبه من الفرق الكينيه خلاص ما بقتش موجوده فهو مش فاضل لنا غير الانابيب الكيني فاعتقد ان كابتن ماجد هيلعب في الماتش ده على الارسال القوي جدا عشان يوقف الهجوم واللعب السريع فهو انا اعتقد لو هم لعبوا ارسالات قويه ان شاء الله الماتش ده هينتهي لصالح سبورتنج المصري يعني اثنين كباتن سبورتنج المصري كابتن ماجد معانا اهلاوي وكابتن تهاني توسن في نادي الشمس في دور الثمانيه معانا النادي الاهلي في دور الثمانيه كابتن حمدي الصافي ربنا يوفقه ويوفق كل نجمات النادي الاهلي ده يبين يا كابتن خالد ان اي حد بيلعب في النادي الاهلي بيطلع منه حتى لو بيلعب في اي نادي تاني او بيمرن في اي نادي تاني بيبقى جواه حاجه بيزرعها في الفرقه اللي هو بيمرنها هما راحوا نادي الشمس وراح كابتن ماجد نادي سبورتنج علمهم يعني ايه فوز يعني ايه مكسب فهو ده الاولاد نادي الاهلي ناجحين في جميع الاماكن الصراحه
طول عمر ولاد النادي الاهلي ناجحين. بشكر محللينا العظماء النهارده اللي معانا كابتن يسرى عبد الكريم، كابتن انجي الشامي، وكابتن شيماء عادل على التحليل والتدقيق في كل امور البطوله الافريقيه لكره الطايره السيدات. انتظرونا يوم الجمعه باذن الله ولقاء الاهلي والشمس دور الثمانيه ان شاء الله اهلاويه باذن الله للنجمه العاشره. شكرا والى اللقاء.